كل حاجة في مصر، كل حاجة، كل تفصيلة، كل شيء بيثبت إنه إحنا فعلا بلد كبير وبلد مهم وشعب عظيم وكبير ومهم وقادر دائما على اختراق كل أسقف التوقعات. تقعد تفكر يعني إيه بلد عمره 8000 سنة عمل أول سلم موسيقي على المستوى العالم، على مستوى الموسيقى، الفن الموسيقي اللي هو السلم الموسيقي المصري القديم اللي هو السلم الخماسي لو حبيت يعني انك انت توصفه. ايه ده؟ يعني انت اول من ابدع بشكل منظم واكاديمي وعلمي في الموسيقى من آلاف السنين. يعني المسألة لما تيجي تقول مثلا مصر مهد الحضارات وفجر التاريخ، يبقى مصر هي اللي عملت يعني ايه موسيقى بشكل اكاديمي، مصر هي اللي عملت الاداب والتدوين بشكل اكاديمي، مصر هي اللي اشتغلت على التصوير الجداري لو صح التعبير، الجداريات العملاقه، فنون النحت والفنون التشكيليه المختلفه، تراكيب الالوان، مصر من الاف السنين هي اللي اخترعت الجراحات بتاعه المخ وجراحات مش عارف الكسر والجبر والبتر اذا يعني ربنا طبعا يدي الصحة للجميع وبعد الشر عن أي حد. لكن تقعد تفكر وانت بتقرأ بالمناسبة في برديات، يعني المسألة مش محتاجة المزيد والمزيد والمزيد من البحث، انت هتلاقي برديات كده موجودة والحاجات دي كلها منشورة ومعروفة موجودة على جوجل. مصر تلاقيها هي أكبر وأهم جيش موجود في المنطقة بقاله آلاف السنين، الجيش اللي معروف بانتصاره، ولهذا كان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام رسولنا الكريم لما جه يوصي بأنه مصر هتتفتح لكم، ربنا هيكتب الإسلام أنه يدخل إلى مصر وفي القريب، واتخذوا منها جندا. طب ليه يا ترى؟ علشان خير أجناد الأرض. طب يعني إيه خير أجناد الأرض؟ خد بالك الجندي مش بس مقاتل محارب، الجندي ده لازم يبقى ذكي، شجاع، مقدام، جسور، جريء، ناصح، دارس، فاهم، عارف طبوجرافية المكان، الطبيعة المكانية وشكل التحرك فيها ايه واستراتيجيته وتحريك الجموع. كلمة جندي هنا يعني من أصغر مجند خالص لسه صغنطوط شاب صغير لأكبر رتبة عسكرية موجودة. فهنا الكلمة بتاعة الرسول هي تنسحب لكل الشعب المصري، الكل هم دول خير أجناد الأرض، الأقوياء الأذكياء. الله، تقعد تفكر حتى الحكمة الإلهية إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الجدة الأولى لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مصرية، ستنا هاجر أم العرب، مش كده؟ ستنا هاجر هي أم سيدنا إسماعيل، وجاء الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام من نسل سيدنا إسماعيل إلى سيدنا إبراهيم عليهم السلام جميعا. فتشوف هنا ربنا كتب لمصر إنها تبقى أم العرب، أم العروبة، كتب لمصر إن هي تبقى المميزة في هذه القارة. مميزة بالإيه؟ مميزة بالحضارة، مميزة بإيه؟ بالثقافة، مميزة بإيه؟ بشتى أشكال الفنون والعلوم، مميزة بإيه؟ بجيش، ودي حاجة حلوة بقى جدا، الجيش الوحيد على ظهر البسيطة اللي ما عندوش أي طموحات على الإطلاق في التمدد خارج بلاده للاحتلال أو السبي أو الاستعباد أو استغلال الثروات أو أنه يستغل اقتصاديات الدول على مر التاريخ. جيش طول الوقت بيحافظ على حدوده ويحافظ على أمن الدايرة الحيوية بتاعته، جيش دافع عن العرب كلهم، كلهم في 48، تعب في 67 وقت النكسة، انتصر انتصار مؤزر، العالم كله كتب في آلاف من الدراسات الماجستير والدكتوراه سواء إذا كانت سياسية أو عسكرية على إزاي الجيش ده عرف يفوز في 73 أو ينتصر بمعنى أدق في 73 فيحمي العروبة بالكامل. مصر حمت العروبة تاني في 2013 لما قضت على بلد المنشأ والمنبع بتاع تنظيم الإخوان، وبالتالي هي كانت تحمي العرب جميعا، مش بس مصر. مصر هنا ما كانتش بتحمي نفسها من التنظيم وخلاص، لا، مصر باللي عملته
كسرت التنظيم في تونس وكسرت التنظيم في العراق وكسرت التنظيم في سوريا وكسرت أي شكل من أشكال محاولات يائسة حقيرة للتنظيم أنه يحاول يخترق دولنا العربية في الخليج الشقيق على سبيل المثال، أو أنه يتمدد في الجنوب يذهب إلى السودان أو يذهب إلى دولة شقيقة زي تشاد أو يذهب إلى دولة شقيقة زي تنزانيا إلخ إلخ إلخ. مصر طول الوقت مقدر ليها أنها تبقى الكبيرة، الكبيرة بالقوي. مصر 113 سنة سينما داخلين على 114 في 2022. مصر أهم العلماء، أهم الأطباء، أهم المهندسين، أهم الملحنين، أهم الممثلين، أهم المخرجين، أهم الروائيين، أهم كتاب السيناريو، أهم المسرحيين، أهم أي حاجة هتلاقيها دايما هنا. وتاني ده والله 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 ما هو أي تعصب على الإطلاق، ده بالرقم. وإن شئت لوضعنا الإحصاء معا ونقعد نعد، دي مصر. فكنت بتقولي إيه علاقة ده يا عم يوسف بالنهاردة والماتش؟ أقول لك، في ناس كتير كانت بتظن إنه إحنا النهاردة مش هنعدي من ماتش المغرب ده، وكويس قوي إن إحنا عدينا من كوت ديفوار. وحتى لما جينا عدينا من كوت ديفوار، هنا بقى الناس اللي بتبص إيه؟ بتبص بنظرة يائسة، يقول لك التعديد من كوت ديفوار يا عم بضربات الجزاء الترجيحية اللي هم 5-4 وما إلى ذلك. يقول لك لا استنى، اصبر واتفرج على الماتش، ماتش حلو، البلدين لعبوا حلو، المغرب لعبت حلو جدا، سبقتنا بأول هدف، جينا بعد كده ترك محمد صلاح، تركين تريزيجيه ومحمد صلاح، ايه الشطاره والحلاوه والطعمه. خلي بالكوا الايربيس بتاعتي فصلت، احاول اصلحها واحنا على الهوا، لان انا شاطر جدا في الحاجات دي، طبعا ولا شاطر ولا حاجه، بس اهو، لكن هكمل معاكم الكلام وانا بظبط القصه دي. فاللي حصل ايه؟ لعبنا ماتش ولا اجمل ولا اجمل ولا ابدع ولا اروع. طيب فوق كل ده، وانا مش عارف هل المحللين الرياضيين تحدثوا في ذلك ولا لسه، بس في حاجه تانية بقى غير التقسيمه والتشكيل والتوزيع بتاع اللعيبه، واللي بيقول يعني، وهنا كيروش عرف امكانيات وقدرات كل لعيب موجود في المنتخب، كل لعيب. ولانه لو تاخد بالك كنا ساعات كده نقول ايه، هو كيروش بيحركهم في مراكز ما كانتش مراكزهم ومش عارف ايه حاجات زي كده. على ما يبدو الراجل كان عنده تصور، انا عايز اعرف اخرك ايه، يعني انا اللي حركتك من الحته دي وخليتك في الحته دي في الملعب هتادي ازاي وما الى ذلك. فعرف اخر كل لعيب فين، اخر قدراته ايه، واللعب كان حلو. ادي واحد. اتنين، اللياقة البدنية، هنا بقى اللي كنت بقول لك عليه، هل محللين التفتوا لذلك ولا لا؟ اللياقة البدنية بتاعت الفرقة بتاعتنا مختلفة عن اللياقة البدنية بتاعت الفرقة بتاعتنا من كام شهر فاتوا، بالإيجاب وبشكل ملحوظ. المغرب طول عمرهم، وبقية بالمناسبة الدول بتاعت شمال افريقيا وعموم افريقيا بشكل عام، ما شاء الله عليهم، ربنا يديهم الصحه، اللياقه البدنيه بتاعت الفرق الافريقيه دايما كانت حلوه، والحق يتقال دايما كانت متفوقه علينا في مساله اللياقه البدنيه دي. يعني تلاقي اللعيبه بتوعنا بداوا في الدقائق الاخيره او مثلا في اخر تلت او ربع من الشوط الثاني يبدا اللعيبه بتوعنا يتعبوا ويبان عليهم التعب الانهاك، وكنت تلاقي الفرق بتاعت كل افريقيا ما شاء الله يا رب يديهم الصحه دايما، يعني في النهاية كلنا أشقاء ودي رياضة، ولا الهوى إيه، وحوش نازلين الملعب يجروا رايح أول من أوله لآخره حاجة. المرة دي لو خدت بالك الفريق بتاعنا هو اللي فل، وفريق المغرب كان بعدنا في المرتبة التانية بقى، يعني مش بس بقى في النتيجة إن إحنا فزنا، حتى على مستوى اللياقة البدنية إحنا فزنا. ليه؟ لاعبتنا من الدقيقة الأولى لحد اللحظة الأخيرة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قطرات بتجري في الملعب، وحوش. وبالمناسبة كل اللعيبة لعبوا حلو، يعني في ناس كتير يقول لك مثلا إيه وصلاح، هو صلاح بيلعب حلو يا جماعة طول الوقت مش مختلفين، بس بقى أنا لاحظت حاجة، وأنا مش راجل كروي قوي يعني، بس أنا لاحظت حاجة بقى، صلاح بيلعب برجليه الاتنين، اليمين زي الشمال والشمال زي اليمين، رهيب ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، وبعدين عنده شخصية جوه الملعب، شخصية طاغية. وهنا بقى تشوف ازاي صلاح يصلح يعمل اسيست لتريزيجيه، اللي هو انا في رأيي طول الوقت من يوم ما شفت لعبه اول مرة تريزيجيه ده عالمي حقيقي، يعني
هو اللي بيعمل اسيست لتريزيجيه علشان تريزيجيه ترك هو اللي سجل. خلوني هنا اخد جزء من اجواء وما حدث في الكاميرون عن لسان سفيرنا سياده السفير مدحت المليجي سفير جمهوريه مصر العربيه بالكاميرون. اهلا بحضرتك سياده السفير. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ ازاي الصحه يا فندم؟ كله تمام؟ كله تمام، هو واقفين في المطار الحمد لله، المشجعين بيقيموا اجراءاتهم. ايوه ان شاء الله معاهم لحد ما يركبوا الطياره باذن الله في طريقهم سعداء الى ارض الوطن باذن الله. باذن الله باذن الله. طبعا الحاله بتاعت المشجعين في السماء، الروح المعنويه في السماء يا فندم. كلنا طبعا يعني متخيل انها في مصر اكثر من هنا كمان. يا ما شاء الله يا طبعا ما شاء الله. احنا شفنا بنفسنا ازاي الفريق بيعمل، انا بعتبرها ريمونتادا طبعا، ان هو بعد هدف مبكر في مرمانا قدرنا ان احنا نتعادل ثم نفوز، زي ما حضرتك انت لسه بتتفضل دلوقتي الشغل اللي اتعمل سواء من الكابتن محمد صلاح او الكابتن تريزيجيه. يعني الحقيقه كان ماتش جميل جدا، وكنت قاعد جنب سفير المغرب وكان بيكلمني بصراحه تستاهل الفوز. فالواحد يشعر بالفخر يعني لما يلاقي ان حتى خصمه بيعترف بافضليته في الملعب وان هو يستحق ان هو يكون في نصف النهائي ان شاء الله. طب دي حاجة كويسة جدا، بس طبعا يعني احنا عارفين انه بعثتنا الدبلوماسية وعلى رأسها سيادة السفير تعبوا معانا جدا هناك في الكاميرون. مش سامع معلش. بقول لسيادتك احنا عارفين ان بعثتنا الدبلوماسية وعلى رأسها حضرتك سيادة السفير تعبتوا معانا هناك جدا في الكاميرون علشان الإجراءات والأوراق وما إلى ذلك من تفاصيل للمشجعين المصريين. والله احنا مستعدين نتعب قد كده 10 مرات بس نفوز كل مره لغايه ما نرجع للشاشه ان شاء الله. كله يهون طالما في النهايه بنحقق نتائج، مش بس في الكوره او في الرياضه على فكره، اي مجال طالما الانسان بيلاقي قدامه النتيجه بتتحقق مستعد الواحد يتعب اكثر واكثر كمان. والله يا فندم احنا عايزين نشكر حضرتك جدا، نجدد الشكر ونقول لكم دايما يعني تعبينكم معانا، كل الشكر لسيادتك وكل الشكر لكل افراد بعثتنا الدبلوماسيه بالكاميرون. شكرا سياده السفير مدحت المليجي سفير جمهوريه مصر العربيه بالكاميرون. ايه الصوره دي بقى يا سلام يا سلام، شوف برضو هنا بقى ايه الرياضه، ودي حاجه حلوه. بالمناسبه انا بس نسيت اعلق على حاجه، ابو جبل صد حتة كورة، صح يا جماعة ولا لأ؟ زملائي بقى الكرويين، صد حتة كورة ما تتصدش ما تتصدش، أنا أظن ذلك. يصححني في ذلك صديقي زميلي العزيز الناقد الرياضي الكبير أحمد درويش. ازيك يا أبو حميد؟ ألف مبروك يا أستاذ يوسف، يا وش السعادة. أهو أنت ازيك؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام. مبروك ليكم ومبروك للشعب المصري. اه والله تمام الحمد حاجة لله، حاجه تفرح. استاذ ايه يا احمد، احنا زملاء واصدقاء واخوات يعني. بص بقى عايزك طبعا مقالات محفوظه يا حبيبي. العفو العفو، خليني بقى عايز اسالك هنا بقى بعين الناقد. احنا اغلب في ناس كتير، مش هقول لك اغلب، كنا منوهين بعين الناقد. اي ما هو كل مره بعين النقد برضه، احنا كل مره نلاقي انه الناس الجماهير بتبقى شاكه. فناس كتير كانت تقعد تقول ايه ماتش مصر والمغرب ده ربنا يستر ده مش هيعدي. ليه الناس تشوف انه ما كانش هيعدي؟ وانت في رأيك احنا ازاي قدرنا نحقق نتيجة حلوة مشرفة؟ ومحتاج منك برضو بالمناسبة تعليق على ابو جبل والكرة اللي صدها دي. طيب من كام يوم كنا مع بعض عقب نتيجة مباراة كوتيفوار، صح؟ وقلت لك ان شاء الله هنعدي المغرب وهنصعد. ده بيبقى يعني نتيجه ايه بقى؟ نتيجه انت قريب من المشهد وعندك اتصالات باللعيبه والجهاز وشايف قد ايه في روح، وشايف قد ايه في اصرار، وشايف قد ايه في عزيمه على ان هم اللعيبه يردوا اساءات مغرضه من بعض الاشخاص مش مقدرين المسؤوليه في الوقت ده. فاللعيبه عندها اسر وعندها ضيوف، وكمان هي رغم كل ده مقدره قيمه منتخب مصر كويس على السوشيال، وعارفه ازاي منتخب مصر بيسعد المصريين، وعارفه ازاي الكوره المصريين بيعشقوا الكوره، وبالتالي في عزيمه، في اصرار، في تحدي. ف لا منتخب مصر
كان بيوصل رسالة كويس قوي. كان بي 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 بيقول للناس انا موجود وشخصية منتخب مصر، شخصية منتخب مصر ان الناس شككت فيه في وقت ما ينفعش حد يشكك فيه. اسم كبير كيروش، اسم كبير جدا جدا في عالم التدريب. ما كانش ينفع في التوقيت ده نتكلم في تفاصيل عقده وازاي هنمشيه بعد البطوله أو, او 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 مع اول الم مع اول خساره من نيجيريا. وبالتالي الراجل بانت بصماته. انا حضرتك الماتش اللي فات قلت لك ايه؟ قلت لك تقدر تسمي مباراه مصر كوتيفار هي شهاده ميلاد كيروش حقيقيه مع مصر مع الاعلام ومع الجماهير. ايوه حصل. انا بقول لك خلاص هو فتح الصفحه وبيفكر التاريخ. منتخب مصر ان شاء الله الاداء ده. انا هقول حاجه يا يوسف بعين الناقد وبعين الكره وبعين اي حاجه. ايوه انت نايم الماتش النهارده الخمسه اللي ورا الجون بالاربعه اللي قدامه مش هم اللي بدوا اول مباراه بالبطوله. يعني اكرم توفيق اصابه، احمد حجازي مش موجود، ايمن اشرف خرج، محمود حمدي يونشي مش موجود، محمد الشناوي ثم ابو جبل مش موجودين. يعني انت بتلعب بكل الثالث والمدافعين اللي هم مش اساسيين اصلا. ايوه وعمر كمان عبد الواحد ما كانش بادئ بطولك اساسي، كان اكرم توفيق. ايوه فبالتالي شفت بقى انت دلوقتي عندك ايه؟ بيبقى عندك اي بي سي دي، يعني خيار اول خيار ثاني خيار ثالث المدرب. شفت فوارق لا. في الملعب ما حسيتش بفوارق، ما حسيتش بفراغات، ما حسيتش ان المستوى نزل. انا شايف كله زي الفل. صح كده؟ شفت محاربين بيقاتلوا، شفت منتخب مصر من زمان كان عندنا ازمه يا استاذ يوسف مع فرع شمال افريقيا خصوصا لو تاخرنا لهدف. ما كناش بنعرف نرجع، ولو رجعنا كنا بنتعافى على اقصى تقدير. انت رجعت بعد شوط كسبان 2-1 ومضيع جولين. يعني مضيع جولين. وبالتالي شخصية منتخب مصر حقيقة ظهرت. ليه بقى ده؟ عشان جوه أوضة اللبس في حاجة حلوة. في كابتن فريق اسمه محمد صلاح خايف على اسم منتخب بلده وخايف على اسمه. صح. محمد صلاح اسمه يخض. اسمه هنا عامل لنا في الكاميرون باور كبير جدا يا أستاذ. عامل رعب هو. ما تتطورش مع كل الكورة بيلمسها، طبعاً ما تتطورش مع كل الكورة بيلمسها محمد صلاح في الكاميرون. الجمهور بيبقى عامل إزاي؟ يعني مثلاً النهاردة قبل مباراة مصر في جمهور سنغالي موجود. مع كل الكوره محمد صلاح الجمهور الكاميروني الجمهور السنغالي بيفرح معانا، بيفرح اكتر مننا يا محمد صلاح. انت عندك منتخب بروايح جايين. الروايح اللي احنا نفسنا نشمها بقى لنا 12 سنه. صح اللي هي عندك حق بصراحه، عندك حق بصراحه. طب انا كان يكمل ازاي؟ طب انا كان عندي حاجه كنت بلاحظها انه اللياقه البدنيه بتاعة الفريق بتاعنا عالية قوي عن الشهور الماضية. احنا كنا قبل كده بالبلدي بنيجي في آخر المباراة بنشحر. دلوقتي احنا زي ما بدأنا زي ما الحكم بيصفر في الآخر، احنا بنفس اللياقة بنفس الطاقة، احنا فل. بص يا يوسف، اول حاجة هو كيروش لما جه ما اعتمدش على الطريقة البلدي ان انا بجيب مدرب عام ومدرب مساعد. لا، هو جاب الناس المتخصصه بتاعته القياسات والاحمال البدنيه عشان يعرف يوزع الاحمال صح. يعرف حتى لما استبعد لعيبه معينه بناء على القياسات والاحمال احنا هجيبها في مصر لان هي اسماء ما ينفعش تستبعد. بس المدرب على حق، طالما بيحقق نتائج طالما بيكسب هو على حق. الكابتن حسن شحاته في 2006 لما تحقق نتائج وبيكسب هو على حق. 2008 هو على حق. 2010 لما استبعد مين وضم جده مع هداف البطوله انتقدناه وذبحناه بالسكاكين وقتها. جده خد هداف البطوله وجاب لنا الكاس، فهو على حق. فالمدير الفني بيختار ادواته. اللياقه البدنيه، هقول لك على حاجه قبل المباراه. احنا كنا مرعوبين لان احنا لاعبين اكسترا تايم قدام كوت ديفوار والمغرب مريحها يوم قبل. ايوه يعني قبل بيوم ولعبه ماتش 90 دقيقه. أيوة. مش 120 دقيقه وضربات جزاء. وبالتالي بدنيا المفروض الامور والكفه في صالح منتخب المغرب. صح. انت شفت ايه؟ شفت حاجه صح في الملعب. ولياقه، شفت لعيبه واقفه على رجليها لحد اخر دقيقه. رغم ان انت كان عندك تغييرات اضطراريه ما كانتش بحزان. شفت حارس مرمى مصري جدع قوي لاخر لحظه مش عايز يسيب الملعب. بيبكي عشان ما يسيبش الملعب عشان ما يمشيش. هو ده، هي دي بقى الروح الجديده.
اللي احنا كنا مفتقدينها. مش انا بقولك في حاجات مفتقدينها من 12 سنه؟ ايوه بدانا نشمها يا استاذ يوسف. لا وبعدين لقيت انه في لعب عامل زي اللعب بتاع الفرق الكبيره في العالم والمنتخبات الكبيره، تحديدا الاسيست بتاع محمد صلاح لتريزيجيه وبعدين تريزيجيه يسجل. ده بلاي ستيشن، بلاي ستيشن يعني. ايه اللعب ده؟ وحشنا، كان وحشنا الجو يا استاذ يوسف. وحشنا الجو ده يا استاذ يوسف، كنا افتقدنا الجو ده شويه. بس الحمد لله على سلامه منتخب مصر، الحمد لله على سلامه منتخب مصر، الحمد لله على الف مليون سلامه. وطول ما الزرعة يا استاذ يوسف احنا هنسقيها، هنسقيها بالحب وبالدع هتطرح. طيب اديني بقى، اديني بقى وطول ما احنا هنهد فيها مش هناخد منها حاجه. لا لا لازم، لازم نقف معاهم بالمناسبه. يعني كسبنا ما كسبناش لا قدر الله في اي ماتش، هو لازم يبقى فيه، لانه بصراحه بيعملوا اللي عليهم وزياده. قول لي بقى بعد ما خلص الماتش الاجواء هناك في الكاميرون عامله ازاي؟ اجواء هستيريه جوه اوضه اللبس، اجواء هستيريه، رقص وغنى وفرحه ما اقولكش. الجماهير المصريه بتسحر ومؤازره المنتخب، يعني حاجه ما اقولكش. الناس بتنسى كل حاجه. طب يعني واخواتنا، واخواتنا الكاميرونيين ناويين على ايه بقى؟ يعني حاسين بايه واحنا هنلعب مع بعض الماتش الجاي؟ شوف يا استاذ يوسف، لو التحكيم والبي سي ار الضغوط المحيطه ما كانتش ضدنا احنا هنكسب، وهدخل معاك مداخله تاني واقول لك فاكر لما قلت كده. ايوه يعني ايه؟ يعني احنا لحد دلوقتي بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله ما عندناش ولا مره اي عينه ايجابيه. الحمد لله. لو فوجئنا بقى لا قدر الله مثلا، ما هو الورق وراهم والدفاتر تفاتيرهم. لو لقينا حكم زي اخونا الحكم بتاع النهارده ده، ما كانش احسن حاجه الحكم ده. طبعا طبعا فوجئنا بتحاليل فجاه ظهرت للعيبه مهمه في منتخب مصر. هتلاقي عوامل انت اصلا في غنى عنها في وقت انت عندك كل ماتش بيقع فيه ثلاث اصابات. انت يا عالم الماتش الجاي مين الحارس اللي هيقف؟ هل محمد صبحي الحارس اللي ما كملش 23 سنه اللي كان بيلعب اول مباراه دوليه النهارده؟ ولا محمد ابو جبل هيرجع لك؟ ما انت لسه بكره في اشعه هتحدد بناء عليها اصابه حجازي واصابه اصابه محمد ابو جبل. فلو الظروف المحيطه مشيت زي ما هي انا اضمنك ان منتخب مصر هيكسب، لان منتخب مصر فنيا هيكون بلاعب منتخب ارض واثنين قدام. اوكي. اثنين لعيبه قدامي بس. لما فريق كان طيب اذا الامور ماشيه مواتيه وزي الفل و100 فل و14 تتوقع نتيجه كام؟ وقتها؟ اتوقع فوز مصر. النتيجه دي تبقى في علم الكيس طبعا. ايوه ما ماشي، بس انت راجل محلل. لا انا مصر. تقول لي والله مثلا بناء على كوت ديفوار وبناء على ماتش مصر والمغرب بالطريقه دي نعمل كذا، اصل الكاميرا لما لعبت مع جامبيا حصل كذا. ما هو علم برضه، ما تاخدنيش في دوكه. ما هو المعطيات عشان تتكلم في كده لازم بكره ابقى عارف حجم اصاباتي ايه وفريقي عامل ازاي، وبناء عليه ممكن اقول لك يعني نقاط قوتنا هتبقى ايه ونقاط ضعفنا هتبقى ايه. لان الكاميرون بيجيب الكره العرضيه بيلعبوا كرات طويله من ورا الظاهرين، فبالتالي يحتاج حارس مرمى طويل شويه زي ابو جبل او الشناوي. ففي عوامل لازم تبقى باينه قدامنا من خلال اشعه لعيبه بكره هتبان. حجازي سيرد باك لا غنى عنه في خط الدفاع وبيجيب ضربات الراس، فبالتالي يبقى انت عندك لسه لازم تبقى عارف الشكل اللي قدامك ايه والادوات اللي في ايدك ايه عشان تقدر تحكم على الماتش. لكن لو منتخبنا في 75% من قوته او مقاومه الاساسي هنقدر نعدي الكاميرون ان شاء الله. نعدي 2-1 برضو ولا 3-2؟ انا طمعان في 1-0 بس مش اكتر. الله، يبقى هتيجي 2-1. انت 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 راجل يعني ايه قدمك حلو زي ما بيتقال، تبقى 2-1 باذن الله. حبيبي يا ابو حميد نورتنا وشرفتنا كمجره العاده. انا بشكرك جدا، زميلنا العزيز وصديقي العزيز جدا الناقد الرياضي الكبير والمعروف احمد درويش من الكاميرون. الصوره بقى اللي هي ايه الحلاوه، اشرف حكيم وصلاح.
بص دي حاجة هنا بقى ايه بتوريك يعني ايه رياضة، وتوريك يعني هي دي، وتوريك يعني ايه اخلاق الرياضة، وتوريك يعني ايه صلاح كبير واشرف حكيم كبير، توريك يعني ايه صلاح قائد، توريك يعني ايه ذكي. يعني النهاردة لما تشوف صورة كده صلاح وهو يحتضن أشرف حكيمي، وإحنا هنا بنتكلم على فرقتين بيلعبوا قدام بعض، بسميهاش ضد بعض، بيلعبوا قدام بعض، في النهاية خالص الكل فائز، إحنا بنلعب رياضة. دي صورة في منتهى الروعة والجمال، انعكست فهي تعكس يعني إيه رياضة. وأيضا بصراحة ودون انحيازات انعكست تعكس يعني إيه لعيب مصري بحجم صلاح، أبو الصلح نفسه، الفهد المصري في الملعب، جدع، قائد، ليدر، مش مدير. في فرق كبير. تعرف كنا زمان، تعرف زمان كنت بشتغل في شركة يعني، فكنا نتعلم حاجة لطيفة جدا، إنه في فرق كبير جدا ما بين إنك تبقى مدير وإنك تبقى قائد. زي في السياسة كده يجي يقول لك مثلا إيه، ده رئيس حلو وجميل ورائع فيش خلاف، وده زعيم قائد عنده رؤية، يعرف يلم الناس حواليه، يعرف يقرب الناس منه، بيعرف امتى يواجه، مش بس بيقوم بمهامه. في الملعب في شخص كده ليدر قائد كاريزماتيك، ده محمد صلاح على سبيل المثال. واللعيب اللي ما بيأننش يعني مثلا لما تشوف، هو صلاح مش كان يقدر هو اللي يشوف اذا كان في امكانيه ان هو اللي يسجل الهدف اللي سجله تريزيجيه؟ لا 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 لا، بالمصري كده احنا بنسميها صلح له، هو راح مصلح لتريزيجيه، تريزيجيه تراك جاب الجول اللي اليومين دول مسمينها اسيست، بس ماشي هو صلح له الكور. هنا دي الحلاوه، ده بيظبط ده يساعد ده. ليه؟ عشان اسمها لعبة جماعية. ليه يا فندم؟ عشان اسمها فريق، فرقة، احنا مع بعض كلنا بنفوز وبإذن الله عمرنا ما نخسر. طيب بما ان احنا بنتكلم لسه على الفوز، فخلونا نستمر في الفوز وفي الأخبار الحلوة. فبيفوز منتخب مصر لإخواتنا قصار القامة ببطولة كاس العرب بشرم الشيخ. النهاردة تم اختتام البطولة، بطولة كاس العرب لكرة القدم لقصار القامة، واللي أقيمت في مدينة الشبابية في شرم الشيخ تحت شعار أنا وأنت واحد. دي فرقتنا بالمناسبة، الوحوش بتوعنا. وده كان ضمن فعاليات المهرجان العالمي الرابع لتنشيط السياحة والرياضة والثقافة لذوي الهمم من إخواتنا قصار القامة. استطاع المنتخب المصري تحقيق لقب البطولة بعد الفوز على المنتخب الأردني بالمناسبة. يعني للمزيد من المعلومات، البطولة شارك فيها 5 دول، كانت هي مصر والأردن والسودان وسوريا وفلسطين، ده بالإضافة إلى مشاركة شرفية لطيفة من المنتخب الاسباني. احنا معانا على التليفون كابتن محمود الحضري وهو المدير الفني لمنتخب مصر لقصار القامه. اهلا اهلا بيك، والف أهلاً. الف مليون مبروك. اهلا وسهلا مستر يوسف، الله يبارك في حضرتك. اشكر الله عز وجل على توفيقه لينا، واشكر كل من السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، واشكر الدكتور اشرف صبحي، واشكر كل الداعمين لينا، واشكر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. صحيح. لوقفته واستضافته البطوله بصدر الرحب بشرم الشيخ. لا يعني احنا كمان، احنا من الناحيه الثانيه احنا اللي بنشكركم على اداء اكتر من رائع في البطوله. طب وقول لنا الاجنده بقى اللي جايه ايه؟ ايه الاجنده اللي جايه؟ ان شاء الله في بطوله ان شاء الله مجمعه في العراق ببغداد ان شاء الله في شهر 4، وفي كوبا أمريكا في شهر 6 بإذن الله، وفي كأس العالم في أسبانيا 2023 بإذن واحد أحد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. وعاملين حسابنا برضو إن احنا ناخد البطولات، مش كده ولا إيه؟ حضرتك لا لا لا، احنا كان بص حضرتك، احنا في آخر اجتماع كنا مع السيد الدكتور أشرف صبحي شفاه الله وعافاه، والحمد لله إنه تماثل الشفاء. كنا معاه في آخر اجتماع ووعدناه إن احنا نجيب البطولة وهنجيب الكأس، والحمد لله الشباب كلها كانت على وعدها وحصدنا البطوله بفوز اول مباراه لنا مع اسبانيا، منتخب عنيد، منتخب عنده
الثمن عنده دوري، منتخب عنده دوري، فتلاقيه منتخب شديد برضه يعني زي منتخبات في الكره العاديه، كره الاسوياء. فاستطعنا كلنا اسوياء عليه. كلنا اسوياء، كلنا اسوياء طبعا، كلنا اسوياء وكلنا كلنا واحد طبعا. وبل والله يعني هم عندهم عزيمه اكتر مننا، عندهم عنده تحدي، عنده تحدي باختلاف، قادرون باختلاف. صحيح 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 يعني خلاص اوعدونا بقى، اوعدوا الشعب المصري من خلال برنامج التاسعه انه الاجنده اللي جايه كلها احنا بنحصد بطولات ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله احنا بنوعدكم باذن واحد احد، بنوعد مصر كلها، بنوعد سيد الدكتور اشرف صبحي لدعمه لينا ان شاء الله. هنجيب لكم، بص حضرتك، يعتبر منتخب مصر الاقصار القامه صائد البطولات باذن الله، هيفضل طول عمره صائد البطولات ان شاء الله باذن الله. بإذن عندنا الله. المنتخب فريد من نوعه، عندي خامات شديده، عندي لعيبه عندها قوه وعندها اراده وعندها عزيمه، عندي لعيبه بتقف في الملعب صح، عندي لعيبه فازت على اسبانيا 4-0 وفازت على فلسطين، فازت على فلسطين 7-0 وفازت على العراق 1-0 والنهارده فزنا على الاردن في النهائي 6-4. يعني عندي لعيبه مش هقول لك بتاكل النجيله، احنا مش بنلعب على نجيله، عندي اللعيبه بتخلي اي حد قدامها بتعمل له رهبه. ما عندنا لعيبه تقرقش الزلط، عندنا لعيبه تقرقش الزلط. احنا والله يعني الحمد لله، يعني تعب سنين. انا انضميت لمنتخب مصر لاقصار القامه سنتين وسبع شهور والله. يا كابتن محمود، انتوا كلكم باذن الله قدها وقدود، سواء اذا كان اللعيبه وصل لهم تهنئتنا ارجوك، واحنا بنهنيك بشكل خاص ومباشر اهو كابتن محمود الحضري، الف شكر ليكوا، الف مبروك مره تانية، وبالتوفيق باذن الله في العراق وفي اسبانيا وفي بطوله كوبا امريكا ان شاء الله. كابتن محمود الحضري المدير الفني لمنتخب مصر لقصار القامه، حصدوا البطوله العربيه او خدوا البطوله العربيه لكره القدم في هذه البطوله. هنستاذنكم هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل الكلام. الاستوديو ده أكبر استوديو تلفزيون موجود تقريبا في مصر على حد علمي، وأكبر استوديو أنا اشتغلت فيه بصراحة، وده استوديو تاريخي. بقول الكلام ده ليه معرفش، بس ده حاجة جت على بالي بقولها لك. هقول لك بصراحة أنا بقول كده ليه. أنا النهاردة عندي حالة متنامية جدا من التفاؤل باللي بيحصل في مصر. في حاجات كتير جدا بتحصل في مصر، البعض منها نستطيع الشعور بيه وإن احنا نلمسه على اختلاف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية وعلى اختلاف حجم المدخولات المالية بتاعتنا، وفي حاجات أنا فاهم إنه في ناس كتير يجي تقول لك يا جماعة ما أنا مش حاسس بالحتة اللي انتوا بتتكلموا فيها دي، يعني مش عارف إيه كلام من ده. طيب أنا بقول لك ما تخافش، حضرتك هتقرأ أخبار كتير وهتشوف برامج كتير ما بتقولش غلط ولا حاجة، بتقول أيوة يا جماعة في تضخم على مستوى العالم وخلي بالكوا، ومصر في النهاية اقتصاد صاعد وجيد وإيجابي وكل حاجة، بس بطبيعة الحال من الوارد جدا أن يتأثر. أنا بقول لك هيتأثر بس هيتعافى وبسرعة. لو بتصدقني هتشوف نعلق رهانات ولا نعمل إيه. بس كمان هقول لك أنت تبدأ إزاي تقعد تشوف الأمور بتتحرك بشكل إيجابي. أنا راجل زي ما بقول لكم، انا عندي 47 سنه، قلتها 5000 مليون مره، وسعيد بهذا الموضوع بالمناسبه. هو انا في المدرسه كنت، وانا في المدرسه عندي مثلا في ابتدائي ولا اعدادي، كنت فاهم يعني ايه بورصه او عارف يعني ايه بورصه؟ اخري كنت بتفرج مثلا اسمع كلمه بورصه دي في الافلام الابيض واسود، يقول له بورصه القطن طلعت يا سعاده الباشا، يقول له احنا هنبيع انطار القطن على 50 ريال، حاجات كده يعني، ده اخرنا، خد بالك يعني. عارف يعني ايه انه يبقى في عندك سلسله وموسوعه تعليميه تعلم النشء الصغير الاطفال يعني ايه بورصه وتفهمك؟ طيب عم يوسف ده خبر ايه جايبه من النرويج ولا فنلندا ولا هولندا ولا السويد؟ لا والله ده انا جايبه من مصر.
أربع وزراء النهاردة كانوا بيفتتحوا جلسة تداول البورصة. ليه بقى؟ بمناسبة إطلاق أول سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال وأبنائنا أصدقائنا بالتسمية بتاعتنا والمصطلح اللي تم صكه في مصر القادرين باختلاف. احنا معانا على التليفون دكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لأنها واحدة من الذين عملوا على هذا الإطلاق. إطلاق بتاع إيه؟ بتاع أول سلسلة تعليمية عن البورصة توجه للنشأ المصري والأطفال المصريين والقادرين باختلاف المصريين. دكتور نيفين منورانا كما جرت العادة والله. لا ده النور نور حضرتك يا أستاذ يوسف. والله بتكلم بجد. دايما بيسعدني أكون متواجدة مع حضرتك. ده أنا اللي بيسعدني جدا إن أنا أقعد أتابع ما يحدث في وزارتكم وكم النشاط والإبداع. يعني في ساعات كده بيبقى نشاط وحلو وجميل وكل حاجة بس مبيبقاش في جانب إبداعي، لكن في إبداع وفي شيء جديد دايما بيتقدم من خلال الوزارة. إيه حكاية السلسلة التعليمية اللي عن البورصة دي يا فندم؟ أولا طبعا أنا بحيي يعني رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد صالح طبعا بأنه هو أولا مش بس صديق للأطفال، صديق لذوي الإعاقة. دي تاني مرة تجمعنا اللقاء في البورصة المصرية في خلال أشهر بسيطة. إن إحنا النهاردة كانت إطلاق المجموعة القصصية للأطفال من كام شهر كان أول كفيف بيضارب أو بيداول أوراق المالية في البورصة بطريقة برايل وبالأجهزة الكمبيوتر الناطقة، وكان بيفتح مجال جديد لضم كل طوائف المجتمع. إحنا شخصيا طبعا إحنا مع برغم إن إحنا وزارة التضامن الاجتماعي بس إحنا مع الثقافة المالية ومع التمكين الاقتصادي. بنؤمن إيمان عميق إن ما فيش اجتماعي من غير اقتصادي، وإلا مش هيكون في تمكين ومش هيكون في استدامة وهيكون في دايما اعتماد على الآخر. فكون إن ده يعني يجي الفكر إن إحنا ننشئ أو نربي أجيال جديدة وتبقى التنشئة بطريقة الفكر نفسها الفكر الاستثماري. إحنا كنت لسه بقول لهم النهاردة إحنا طبيعتنا شعب كريم، شعب ما بيتدخرش قد ما بيصرف، شعب بيحسبها مش بيحسبها قوي بس بيعتمد كده ان هو تيجي لا احنا هتمشي كده، لا احنا محتاجين نغير ثقافه الاجيال اللي جايه بتتعلم يعني ايه ادخار حتى لو معاها مبلغ بسيط، بتتعلم يعني ايه تحسبها، يعني ايه يعني تبقى التحرك بناء على دراسه وعلى علم. دي حاجه كويسه ان احنا نربي اجيالنا القادمه ويبقى مخها فكرها فكر إنساني استثماري في ذات الوقت. دي حاجة كويسة. وده طبعا إن إحنا يبتدي يمكن إحنا نفتكر كلنا وإحنا صغيرين اللي اتعلمناه وقريناه في القصص عمرنا ما انسناه، وشكل جزء في طريقة تفكيرنا وفي شخصياتنا لغاية دلوقتي. مش بإيدنا نفتكره أو ننساه، هو أصبح جوانا وفي طريقة تفكيرنا. فإحنا نفسنا الأجيال القادمة مش بس تنشأ على الاستثمار، تنشأ على كل المبادئ والقيم اللي احنا شايفين مصر قدام نفسنا تبقى مصر فيها، نربي ولادنا عليها دلوقتي. طب بما يشمل كل الطوائف، لان هو الحقيقه مش بس مجموعه قصصيه، هو بيقدم كمان طريقه برايل لذوي الاعاقه، بيقدم ان احنا يبقى في دمج قدر الامكان في المجال الاقتصادي والمالي، يعرفوا يعني ايه بنوك، سوق البورصه، سوق المال. يمكن دي عندنا الفكر بتاعنا واحنا صغيرين دي بتاعت رجال الاعمال الكبار، لكن حتى الفقير يجب ان يتعلم كيف يستثمر وكيف يكبر. عشان كده احنا كوزاره التضامن الاجتماعي النهارده قلنا ان احنا هنخصص 1,000,000 جنيه ل يعني شباب والنشء بتاع تكافل، برنامج تكافل، عشان يعني الخروج من الفقر ليس فقط بالدعم وبمبالغ بسيطة ولكن بغرس الفكر الاستثماري والاقتصادي. ربما يكون 1,000,000 جنيه مبلغ مش كبير، بس احنا بنجرب حاجة جديدة ان احنا نخلي الفقراء ايضا يدخلوا سوق المال وسوق الاقتصاد بجرأة وبقوة، ونسندهم علشان كلما كان الاقتصاد المحلي والناس البسيطة اللي موجودة في قاعدة المجتمع بتكبر، كلما كان المجتمع يعني أكثر تجانسا وأكثر قوة
ويبقى الاقتصاد المحلي بيصب في الاقتصاد الكلي. طبعا. وبعدين هم حتى الناس متخيلة انه دايما التداول بيبقى على الـ30 شركة الكبار بتوع ايجي 30، المسألة مش كده، في شركات صغيرة جدا وبرضو متداولة وبتبقى الاسهم بتاعتها سعرها في المعقول، يعني يقدروا الشبان والولاد يقدروا يشتغلوا على ده على سبيل التجربة وبالتالي الخروج. طيب المنظومة دي او السلسلة التعليمية دي يا فندم بتستهدف اي الفئات العمرية؟ بتستهدف الأطفال من أول يمكن سنوات 9 و10 سنين وأعلى، ويمكن أصغر من ده كمان في شكل قصصي زي سلسلة ميكي بتاع الزمان. أيوه. وطريقة برايل والكارتونز، يعني هي عاملها كأنها لعبة والأطفال بتقراها بشكل مسلي، وفيها شخصيات المستثمرون الخمسة، فكرتنا وإحنا صغيرين بالمغامرون الخمسة طبعا، اللي كلنا فاكرين عاطف ومحب وتختخ ووائل اكره. فطبعا لما بنسمع الحاجات دي يعني بنشتاق لايام زمان وبتعلمنا منهم المغامره. انا اعتقد ان المستثمرون الخمسه يجب ان يعلم الاطفال جزء من المخاطره المحسوبه، وان هو يعلم تماما ويعي ويعرف ايه اللي موجود وازاي يقدر يفاضل بين استثمار واخر. أنا شايفة أن ده إيجابي جدا وبشكر يعني زميلي عليه، وسعيد أن يكون موجودة مع زمايلي النهاردة كلهم منا، سواء الدكتور طارق شوقي كان عايز يدرك دوت في المناهج التعليمية، أنا كنت عايزة أخلي فيه نصيب للفقراء في سوق المال، يعني سعاد سفيرة أو وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة، سعاد سفيرة نبيلة بكرة، عايزة برضو تثقف الشباب بالخارج. فإحنا لما بنحب لما حد فينا يقوم بمبادرة كلنا يعني نكلل هذا ونتكامل مع بعضنا البعض عشان نكبرها قدر المستطاع. فبهني البورصة المصرية وسعيدة جدا أنها تفكر في الأطفال وتفكر في ذوي الإعاقة، وأيضا مش بس بلغة برايل. كنا النهاردة مع دكتور محمد بنتكلم على أيضا أن هو يتاح للإعاقات السمعية، فده بيفتح مجال أكتر لذوي الإعاقة في سوق العمل والعمل غير التقليدي والخروج برا الصندوق والتفكير في يعني استخدام قدراتهم المختلفة والعظيمة اللي ربما إحنا ما كناش شايفينها، لكن آن الأوان إن إحنا ندعمهم حتى تبرز بقوة ويقدروا يعملوا فارق في حياتهم وفي حياة المجتمع بأكمله. وهل فعلا يا فندم هيتم إدراك ده في المناهج التعليمية؟ يعني هل بدأتوا مع وزارة التعليم في حاجة زي كده؟ حضرتك ذكرتي أن وزير التربية والتعليم متحمس للمسألة. الحقيقة هو يعني النهاردة معالي وزير التربية والتعليم دكتور طارق كان بيتكلم أن مسألة إدراكها كمجموعة قصصية في المدارس، ومسألة إن إزاي ممكن أنها تبقى تتحول على قصص مصورة على التلفزيون، وإن هو يضيفها لمناهج الصف الخامس والسادس الابتدائي عشان يعرفهم بثقافة الاستثمار بالبورصة. يعني الحقيقة وإحنا برضو يعني كتضامن كنا قلنا نفتح المجال للشباب يدخل في المشروعات متناهية الصغر وفي الاستثمار. إحنا بنك ناصر معانا دخل 27 جامعة، فتحنا أفرع مختلفة لبنك ناصر في الجامعات. هايل. علشان ثقافة الاستهلاك تقل وثقافة الادخار والاستثمار تكتر. مش معنى كده ان الشباب ما يعيش حياته او يحرم نفسه، لكن لازم تكون بحساب. ولما اعتقد الاطفال والشباب يعني يتربى على هذه القيم الاقتصادية مع الفكر الانساني والشعور الانساني بالاخر، اعتقد ان احنا ان شاء الله نطمن على مصر في ما نطلق عليه التنمية المستدامة. فالتنمية المستدامة لا تأتي إلا بالتمكين والاستثمار في البشر كي يستثمروا بدورهم في أنهم يبنوا مصر من أول أسرهم لغاية مجتمعاتهم لغاية البلد بأكمله. طب أنا هطول في حتة صغيرة، باعتبار أن احنا عايزين نشجع ثقافة الاقتصاد والتوفير والاستثمار وما إلى ذلك، أنا أتذكر إنه وأنا في تانية ابتدائي على ما أتذكر أول دفتر توفير عملته في حياتي عملته جوه المدرسة، وكان دفتر توفير بنك ناصر الاجتماعي، وكان في بروتوكول كده الظاهر على ما يبدو، طبعا أنا كنت عيل يعني فمش عارف إذا كان ده كان بروتوكول يعني معمول ولا ده كان لمدرستنا ولا إيه، مش عارف ما بين البنك وما بين المدارس. إحنا بنفتح مجال للمدارس وبنفتح مجال للجامعات
في الادخار وفي الاقراض الميسر. وبنساعد شباب انه يحصل على قروض، يعني يمكن احنا حتى كتضامن اجتماعي وبنك ناصر احنا ساعات بندي موارد ماليه ما بنردهاش تاني للشباب عشان بس يخرج ونشجعه على الاستثمار. وعاملين حاجه اسمها عم ناصر، يعني اللي هو بنك ناصر مسمينه عم ناصر عشان ينزل للناس البسيطه ويقدر يتصاحب عليهم، وان هو يقدروا يقترضوا من بنك ناصر. واذا كانت في فرصه للتمكين، يعني النهارده لما كنا بنتكلم على استثمار الفقراء وتعليمهم ازاي يدخلوا سوق المال والاعمال، يعني المبلغ كان غير مردود، احنا مش عايزين نرده. أيوة. بس احنا عايزين نضمن ان الشباب هيستخدم هذه المبالغ ولو بسيطه، ولو نجح ياخد اكتر. حلو. ولو نجح ياخد اكتر تاني. بالعكس احنا كتضامن اجتماعي بنشجع العمل وبنشجع انه ياخد الفلوس ويعظم فيها ويستثمر فيها، ساعتها هنقول احنا نجحنا في الاستثمار في البشر سواء عن طريق التعليم او العمل. والله حاجه عظيمه. بس عن طريق ان احنا من حقهم طبعا يلعبوا ومن حقهم يعملوا كل حاجه، لكن التكنولوجيا المتاحه والرقمنه يا ريت نوظفها بطريقه ايجابيه لاولادنا ولشبابنا، يتعلم اكثر ويعرف ماذا يحدث في العالم من نجاحات ونعظم فيها من اجل بلادنا الحبيبه باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، حقيقي فعلا يعني جهد تشكري عليه جدا جدا جدا، فكل الشكر للدكتور نبينا القباج وزيره التضامن الاجتماعي. انا بكلمكم بجد، يعني تانية ابتدائي دي كان عندي كام سنه؟ 6 سنين اظن حاجه كده او 7 سنين، يعني سنه 82، وكان بنك مناصر لسه جديد، يعني بقاله 3 سنين تقريبا او 4 سنين. بالمناسبه بنك مناصر اللي عمله الرئيس السادات الله يرحمه، مش الزعيم جمال عبد الناصر، بس يعني علشان تبقى المساله برضو واضحه، لانه في خلط كتير بيحصل. وهبقى احكي لكم حكايه انشاء بنك ناصر الاجتماعي واتعمل ليه واهدافه واغراضه وما الى ذلك، والدور بالمناسبه عندنا. لو تتذكروا احنا كنا استضفنا قبل كده يعني الخبير المصرفي الكبير استاذ محمد العشماوي، رئيس مجلس الاداره، واسف نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لبنك ناصر، واتكلمنا على الدور بتاع البنك او اللي جاء على جانب من هذه الادوار اللي بيقوم بها هذا البنك يعني. لكن تخيل كده لما تبقى انت عندك ابن صغير لسه عنده 7 سنين ولا حاجه، 7 سنين تانية ابتدائي، ويعمل دفتر توفير. طبعا انا كنت فرحان جدا بقى، انا عندي حاجه اسمها دفتر توفير، وان انا هيجي عليا يوم في الايام هقدر كده وانا صغير اخد بعضي واروح مع امي اروح البنك علشان اسحب مدخراتي بقى واعمل نفسي بيه يعني. طبعا قعدت احوش ايه بقى كل مصروفي، حوشت يجي 30 جنيه ما اقولكش، بس والله كانوا مبلغ زمان يعني، كانوا مرتب موظف يعني محترم وقتها. طبعا سنه 82 ده كان مبلغ مش ما كانش هين يعني، على ايامي برضه على قدي. لكن انا عايز ارجعك على ايه؟ على مساله ازاي نقدر نعلم الولاد اقتصاد واستثمار. في المناهج البريطانيه والامريكيه والفرنسيه الولاد بيتعلموا اقتصاد. في حد هيرد عليا يقول لي وعندنا في المناهج المصري الولاد بياخدوا اقتصاد. طيب ده كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه بس كده ونقطه من اول السطر. لا، احنا ما بنعرفش من الاخر. انا خريج اقتصاد، انا عارف انا بقول ايه كويس قوي يعني، وانا قرد اقتصادي يعني. ف لا يا فندم، احنا ما بنعلمش الولاد اقتصاد في المدرسه ولا حاجه، احنا عندنا ماده اسمها الاقتصاد، وللاسف الشديد الغالبيه العظمى من ولادنا ما بيتعلموهاش، ومدرسينا المسؤولين عن تدريس هذه الماده ما هماش مؤهلين تاهيل كامل وصحيح ومتكامل لتدريس هذه الماده. وعمليا اغلب مدرسينا ما لهمش اللي بيدرسوا الماده دي ما لهمش علاقه بالاقتصاد خالص خالص، يبقى مدرس رياضيات شاطر جدا فبيعتبر الاقتصاد طالما في ارقام يبقى تمام يعني، خليه يدرس حصه اقتصاد. يعني عارف انت يوسف عيد في الفيلم لما قال له انا مدرس تاريخ وفرنساوي وقت اللزوم، هو كده بالظبط. لا لا، المساله مش كده. طيب والولاد ما بيدرسوش المنهج كله وبيتلصق ثلاث ارباع، يجي 90% منه، ويا دوب حاجتين نحفظهم وتمام نصم ونخش الامتحان نرزع السؤالين وكده 100 فل، 4 5 تعريفات وهم دول الامتحان خالص. اسال دايما ليه بره بيعلموا الولاد اقتصاد؟ عشان اللي قالته دكتور نيفين كده، انت بتعلم الولد مخه
تركيبته نشأته وجدانه قايمة على فكرة تعظيم الثروة الاستثمار. عندنا في مصر احنا شعب نزيه، صريف، فرط، برنس. يعني تيجي تشوف مثلا ايه الجالية المصرية، مش هقولك بقى في المهجر مثلا، في لما بيروح اللي بيشتغلوا عند الأشقاء أو بيشتغلوا في البلاد الشقيقة، حد بيشتغل عند حد، البلاد الشقيقة الجميلة في الخليج. فلازم تشوف المصري وهو عايش في الخليج برنس جدا، تلاقي جاليات كتير جاي من كل حتة في العالم، تلاقي إيه 4 واخدين بيت، ساعات 11 واخدين بيت قد كده. المصري لا، برنس رايح ياخد بيت لوحده، يقول لك خصوصيتي، ينزل يشوف له عربية حلوة، أنا كده برنس، يروح ينقي أدخن مطعم، برنس. هو المصري كده صريف. أنا عايز أعلم المصري ده أمل حياتي، يستثمر ويكبر فلوسه وما يبقاش الفلوس جاية علشان تتصرف. يعني اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، اللي في الغيب رزق من عند ربنا، ده بتاعه. ده دي بقى عمال يقول اللي بقى يا ابني افهم، خليك دمياطي، خليك منوفي، خليك أسيوطي، التلاتة دول شطار في الاستثمار، شطار في الشغل، شطار في البيزنس. لازم كل المصريين يبقوا كده، أسيوطي، منوفي، دمياطي، لازم أشطر ناس بيزنس التلاتة دول، أشطر ناس تعمل فلوس، أذكياء، سرعة بديهة، عندهم فطنة. مش ممكن، أنا بكلمك بجد، طبعا أنا منحاز عشان عندي نص دمياطي، بس هي دي الحقيقة. تجار ورجال أعمال وشطار وبيع وشراء وزي الفل، والمعاملة بالمليم، اللي ليك هتاخده واللي ليا هاخده، شطارة. إحنا عايزين نبقى كده، ما نبقاش مجرد موظفين مستنين المرتب اللي بيجي لنا أول الشهر وناخده ونشوف هنصرفه إزاي. عايزين نعرف هنستثمر إزاي ونبقى إزاي أصحاب أعمال ونبقى رواد أعمال وهكذا، أتمنى ذلك. تعالى بقى نروح على الإحصاء. يبدأ أول مسح قومي لذوي الهمم في مصر. إحنا معانا على التليفون سيد المحترم عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أهلا بحضرتك يا فندم، وآسف إن أنا طولت والله. أهلا بك، مساء الخير يا أستاذ يوسف. مساء النور يا فندم. كل السادة المشاهدين، وحقيقة بداية بحب أهني الشعب المصري ومنتخب مصر بالفوز العظيم، وكمان يعني شيء برضو اسعدنا اللي هو كسر القامه. المفروض نقول عليهم رافع القامه، نقول عليهم رافع القامه انهم ياخذوا البطوله. الله يعني الله، فحاجه جميله جدا يعني. ف يعني الشكر لهم جدا. بشكرك على الاستضافه دي بمناسبه يعني نحن متشكرين. يعني نتكلم على المسح، وهي الفتره اللي احنا شايفينها ديت بتشهد زخم كبير جدا في الاهتمام بذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه. بدايه من 2018، من ساعه ما اطلق فخامه الرئيس عام المعاقين 2018، ثاني حاجه مبادره قادرون باختلاف يوم 5/12 والاحتفال الكبير اللي شاهده، ده كله بيدي زخم وبيدي دفعه قويه يعني لاصحاب الهمم. الجهاز المركزي حقيقي من يعني دايما بيهتم بالامر ده، يعني توفير بيانات وعمل احصاءات عن ذوي الصعوبات بدايه من التعدادات 2006 وما قبل و2017، وعملنا بحث قبل كده على المنوفيه بالنسبه للمنوفيه، يعني كان حصر شامل. ونتيجه الاهتمام القياده السياسيه يمكن بقى فتره باهميه توفير بيانات عن اصحاب الهمم، يعني تم التوجيه من تقريبا من حوالي اكثر من سنه باهميه يعني معرفه اصحاب الهمم، انتشارهم، حجمهم قد ايه في المجتمع، توزيعهم على مستوى المحافظات والمراكز والقرى بتاعتنا والاماكن كلها. فكان هذا المسح عشان كمان بالتالي يوفر قاعده بيانات كبيره جدا، ويقدر نعمل دمج اقتصادي واجتماعي زي ما اتفضلت معالي الوزيره من شويه للفئه الهامه جدا في المجتمع. فكان وده يعني كان توجيهات للجهاز بعمل المسح ده، وفعلا المسح يعني الجهاز بدا في الاعداد للمسح اكثر من 8-9 شهور بالتنسيق بين وزاره التضامن، وزاره الصحه، وزاره الدفاع، كل الجهات المعنيه في الدوله كلها.
لان مسح قومي يعتبر مسح قومي كبير بيتم على مستوى ال 27 محافظه بحجم عينه اكثر من حوالي 100 و 111000 اسره معيشيه بيتم زيارتها. يعني فحجم عمل كبير جدا في هذا الامر. ايه المعلومات اللي بيشملها البحث يا فندم؟ هي المعلومات احنا يعني بنهتم جدا طبعا باهم احنا يعني الخصائص بتاعه الناس اللي هم اصحاب الهمم. يعني احنا عايزين نعرفهم هم موجودين فين والخصائص بتاعتهم من ناحيه يعني التوزيع بتاعهم موجود فين، هي الاعاقه موجوده في اي فئات عمريه، ايه اسباب الاعاقات اللي موجوده ديت، يعني ايه الاسباب اللي ادت، ايه المشاكل اللي موجوده عندهم سواء من المشاكل الصحيه، مشاكل التعليم. لو بنتكلم مثلا عن المشاكل الصحيه بنتكلم عن يعني العلاج والتدخلات الجراحيه ومدى الاحتياج. تاني حاجه الدوله مهتمه جدا ان عايزه تعرف بالذات مركزين على كل الاعاقات وبالذات كمان الاعاقه الحركيه عشان اهميه توفير مصانع يعني او يعني مجمع صناعي كبير يقوم بتوفير الاجهزه يعني الطرفيه او الاجهزه يعني للفئه دي كلها. فطبعا بندرس كل عقد الاعاقات بس بنركز على الامر ده. احنا بنركز على حضرتك كمان يعني هم علاقتهم ايه مثلا بالاستفاده من المستشفيات والتامين الصحي والحكومي، هل بيحصلوا على الخدمات بشكل جيد، هل في عندهم اي مشاكل في يعني الحصول على الخدمه اي، يعني ده مهم جدا. بالنسبه كمان حتى للتعليم بندرس طبعا من خلال مقابلتنا للناس ديت عندهم اي مشكله مثلا في التعليم، هل في مدارس متوفره بالشكل المناسب للناس ديت مثلا مدارس التربيه الفكريه او الطرق والعرب والسيارات النقل، هل يعني مهيئه يعني لمساعده الفئات دي كلها يعني انهم يقوموا زي مثلا في المدارس طريقه برايل يعني استخدام يكون فيها اجهزه حاسب مثلا في ظل الرقمنه تتناسب مع اصحاب الهمم دي يعني تساعدهم في الامر. حضرتك بنتكلم في نقطه مهمه جدا العمل وانه يعني القانون بتاعنا يعني تكفل بان يكون لهم نسبه معينه طبعا في العمل، هل هم بيحصلوا على العمل؟ هل هم يعني بيلتحقوا ببرامج تدريبيه تأديهم او يعني تمكنهم من الحصول على خدمات يعني او فرص عمل جيده؟ هل ده متاح ولا مش متاح؟ هل مهم جدا تعامل الاسره كمان مع يعني الفرد ذوي الصعوبات، يعني هل في الفرد بيحس ان عنده صعوبه بيتقبلوه، في مشكله بينه وبين الاسره؟ احنا دايما بنفرد وبنسال يعني الافراد عشان نعرف ايه اللي عندهم بالظبط، يعني هو بيشتغل طب ما بيشتغلش ليه، هو اللي مش عايز يشتغل ولا المجتمع اللي رافض ولا جهات العمل هي اللي رافضه. بنتكلم على المشاركه في والاندماج الاجتماعي من خلال مثلا هل بيحضروا مناسبات مثلا عائليه، هل يعني ولا بيستبعدوا مثلا من الاسر بتستبعدوا من المناسبات ديت، ودي حته مهمه جدا يعني حقهم كمان السياسي في الانتخابات، وهل بيمارسوا حقوقهم يعني ولا يعني كل الامور دي بنتكلم على العداله الاجتماعيه وقرار داخل الاسره. حتى بنتطرق لموضوع الزواج، هل هو اللي عنده صعوبه ده هو يعني تكلفه الزواج عليه عامله ايه، هل هو اللي بيختار الشريكه، هل بيختار شركه يعني مش ذوي من فاحنا مش بس بنعمل زي ما يكون احصاء رقمي، احنا بنعمل مسح تفصيلي شديد التدقيق في كافه المعلومات اللي حول هذا المواطن الكريم، وبالتالي بتستخدمها الهيئات والمؤسسات المختلفه بما فيها او بما يعود بالنفع على المواطن. انا بشكر حضرتك جدا يعني يعني بس يهمني كنا بس في نقطه صغيره احنا المكتب ده من يعتبر من المسؤولين الهامه جدا، واحنا بدانا تمرين العمل ميداني من يعني من امس يعني 29 يمكن انا استمر لغايه نهايه شهر مارس. يمكن حساسيه الامر ده بيحتاج منا بس ان احنا نحب نوجه او الاعلام يكلم عن الاسر انها يعني تساعد الباحثين بتوع الجهاز، هم بيحملوا بطاقات من الجهاز تديهم، يعني الناس مثلا احيانا بتخاف او يعني بتحاول ما تظهرش الفرد المعاق، لا ما بال ده يبقى ده مفيد جدا جدا للاسر، ده لمصلحته خصوصا ان الباحث اللي جاي من الجهاز معاه الكارنيه بتاعه ومعاه اثبات الهويه واثبات الشخصيه اللي بيفيد انه جاي في مهمه للجهاز، ده الراجل بتاع الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. ف
لما بيجي يزور المنزل او البيت او الاسره هو جاي لمصلحتهم، فاحنا بنؤكد على ذلك بدل المره لازم يعني 5000 مره بصراحه. احيانا الاسر احيانا مثلا في بعض الاسر استاذ يوسف احيانا بتخبي مثلا او مش عايزه تقول او حاجه. لا هو ما انا كل ما اقول على البيانات وافصح عن البيانات بتاعه المعاقين كلها والاسر تفصح الدوله تقدر تتيح وتوفر الخدمات بشكل يعني جيد يوصل يعني لاصحاب الحق. يعني احنا بنناشد الاسر كلها انها تتعاون مع يعني ممثلين الجهاز في هذا الامر الهام جدا، نقدر نعمل خريطه لهم وتقدر الدوله يعني تقدر يعني زي ما شغاله تقدر تشتغل علشانه طول الوقت، وده المهم جدا. انا بشكرك جدا 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 استاذ عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. استاذنكم هنروح لفاصل، عندنا فقرتين مهمين ممتعين بالقطع. الفقره الاولى على تحليل المباراه وضيفنا العزيز الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد البرمي ناقدنا الرياضي هيكون موجود معانا حالا بالا، انتظرونا لو سمحتوا بعد الفاصل. والله كنت لسه بتكلم مع ضيفنا العزيز، خليني ارحب بيه الاول، الاستاذ محمد البرمي الناقد الرياضي، ويمكن حتى كنا بنتكلم وهذا هو المستوى المهني، اما البرمي فهو اديب حدث ولا حرج، وهيبقى لنا لقاءات ثانيه ادبيه يعني. خليني الاول نورت زي الصحه ربنا يخليك، فانا هصارحكم مش بكل التفاصيل يعني، فكنت بتكلم على معاناه البدايات كمذيع ازاي دي حدوته قد تروى وقد لا تروى، مش دي المسألة. الأول منورنا للمرة الثانية. ماتش النهاردة هل كان مفاجئا لناقد ومحلل رياضي زيك ولا كنت متوقع كده؟ أولا مبروك لحضرتك، مبروك لكل الشعب المصري. الأداء مش النتيجة، الأداء مش النتيجة. حضرتك لو فاكر إن لما كنا بنتكلم على السنغال كنت بقول لك ان انا مش خايف من السنغال خالص، اللي هي في المباراه الفاصله وكاس العالم، انا خايف مننا احنا، ان احنا حتى الان مش مصدقين المجموعه الحاليه، مجموعه جيده جدا جدا والمدير الفني ومدير الفني جيد جدا، لكن مش مصدقين ان هم غالبا بيلعبوا مع منتخب مصر، وان منتخب مصر ده منتخب كبير ومنتخب صاحب تاريخ كبير جدا، فكان لازم يصدقوا ده. مباراة كوت ديفوار عشان كده انا بعتبر مثلا مباراة كوت ديفوار هي البداية الحقيقية للجيل الحالي، بطاقة التعريف ليه مع الجمهور المصري. ايه اللي كان ناقص الجيل الحالي ده؟ الروح دي، الشخصية دي، دي كانت اكتر حاجة ناقصة الجيل الحالي. فعشان كده مثلا ما كنتش مستغرب النهاردة مع المغرب المستوى اللي ظهر بيه، لان خلاص هم فازوا بمباراة كوت ديفوار، فالمباراه يمكن بالنسبه لبعض تكون فوز وصعود من دور 16 لدور الثمانيه، لكن هي اكساب ثقه وتقل للمجموعه الحاليه دي، هتسهل عليهم بعد كده بطولات كتيره جدا، وهيلعبوا بضغط اقل بشكل كبير جدا، وده ظهر النهارده مثلا في مباراه المغرب. صحيح كان في تنشنه شويه، لكن المستوى كان افضل كمان من مباراه كوت ديفوار، كنا بنروح للجون كتير وبنصنع وبنسجل جول في الوقت الاضافي الاول، بدانا المباراه بشكل صعب جدا، اتسجل فينا هدف لكن قدرنا نكمل وقدرنا نرجع، ده اللي كان ناقص منتخب مصر، واعتقد ما بقاش مفاجئ بالنسبه لي ان هم يبقوا بالشكل ده، لان خلاص هم خدوا الدفعه اللي هم كانوا محتاجينها، وادوا كمان الجمهور اللي كان محتاجه علشان الجمهور يثق فيهم ويدعمهم، وما نسمعش نغمة ده بيلعب في الأهلي ده بيلعب في الزمالك والخناقات اللي بتحصل بين الجمهور ده. الناس كانت الجمهور كان محتاج فوز كوت ديفوار، والمنتخب كان محتاج فوز الكوت ديفوار، فبعد كده ما بقاش بالنسبة لي مفاجئ، لأن في روح في أداء في عزيمة عند المنتخب، وده اللي احنا كنا محتاجينه. لكن كمستوى فني ما كانش عندي شك في المجموعة الحالية، ولا كان عندي شك مع المدير الفني، حتى لو أنا مختلف مع بعض اختياراته ومع بعض افكاره. بصياغات تحاول تقترب من الادب كده، يعني فوز كوت ديفوار ده عبد الطريق امام سلسله من الانتصارات القادمه. بالظبط، واعاد الثقه للمجموعه الحاليه علشان تثق في نفسها بافضل شكل ممكن، ووضعها على الطريق الصحيح كلاعبين دوليين يستحقوا ارتداء فانيله منتخب مصر. حلو قوي، يستحقوا ارتداء فانيله منتخب مصر دي. طيب انا هنا بقى هسال على ايه السر وراء ارتفاع شكل ومعدل اللياقه البدنيه لدى الفرقه بتاعتنا. احنا فرقتنا في وجهه نظر انا ما كانتش عندها هذه اللياقه،
هذه الطاقة، القدرة على الاستمرار من الأول للآخر بنفس الطاقة وبنفس القوة وبنفس الشدة، لا احنا ما كناش كده، احنا كنا بنيجي دايما طول الوقت في الأواخر ونبدأ خلاص تعبنا، المرة دي الله أكبر. لا جزء منها علمي طبعا، هم الجهاز الفني بيشتغل معاهم بدنيا بشكل كويس، كمان في تطور كبير في اللياقه البدنيه عند اللاعب المصري. يعني الشغل الكويس في الاهلي في الزمالك، النهارده بنشوف مدربين احمال من جنسيات اخرى بيشتغلوا في الدوري المصري، فده كله بيرفع كمان الجهاز الفني او المعد البدني اللي موجود مع المنتخب، ده كله بيساعد. حاجة تانية كمان، عدد كبير جدا من اللاعيبه هو لاعب محترف، لاعب بيهتم بلياقته، بيهتم بصحته، الاكل اللي بياكله بشكل كويس جدا، كل الحاجات دي بتساعد. يعني طول الوقت لما اللاعب بيحافظ على لياقته البدنيه، بياكل كويس، بيتدرب كويس، كل ده بيقلل معدل الاصابات عند اللاعبين، فبيظهروا بالشكل ده. حتى يمكن في شويه المنتخب الجزائر مثلا ما قدرش يلعب في الاجواء دي، يمكن بسبب اغلب لعيبته محترفين فما قدرش يتعامل مع الاجواء دي، لكن شفنا ان منتخب مصر قدر يتعامل معها وتعامل معها بشكل جيد جدا، وده يحسب للجهاز الفني والمعد البدني الموجود مع المنتخب. كمان في مجموعه كبيره من اللاعبين هم بيلعبوا في دوريات، في الدوري السعودي والدوري الانجليزي ودوريات اخرى، فده كله بيرفع المعدل البدني للاعبين. حاجه تانية، اللعيبه عندها روح، اللعيبه بتقاتل على كل كوره، ممكن يكون لاعب مصاب. النهارده شفنا ابو جبل بغض النظر ان انا مش معاه شويه في الموقف، لكن عاطفيا ونفسيا هو عايز يكمل، عايز يدي المنتخب، عايز مش عايز يخسر المنتخب. التدريب دي برضو من الحاجات اللي بتساعد اللاعب، يمكن بتوع الكوره شويه بيقولوا على الغل الكروي، يعني وعنده غل ان هو يكمل ويلعب علشان مش حابب يخرج، ده كله برضو بيزود العزيمه عنده ان هو يكمل في اعلى مستوى. انت مش معاه ليه بقى؟ مش معاه لان ببساطه إن ممكن يؤثر بشكل سلبي على مستواه في المباراه، فبالتالي يحصل خطا منه في مباراه، ما يقدرش يعمل رده فعل مناسبه لكوره مثلا خطيره، فتكون تاثيرها كبير على المنتخب. الحاجه الثانيه ممكن يكمل، فكيروش يعتمد انه هيكمل ويغير الخمس تغييرات بتوعه وخلاص، ففجاه هو يتصاب او ما يبقاش قادر يكمل، فتخسر انت تغيير. انا معاك ان انت يبقى عندك روح وكل حاجه، لكن الافضل ان خلاص انت مش قادر والجهاز الفني قال ان انت مش قادر، الافضل ان تعمل كمان عشان اطمن عليك المباراه القادمه. يعني الاصابه ما تتفاقمش، محمد الشناوي مثلا لو ما قدرش يرجع المباراه القادمه امام الكاميرون، ابقى انا مطمن عليك ان انت الاصابه اللي عندك دي خفيفه، فتقدر تشارك معايا مباراه الكاميرون، ما احترش او يبقاش عندي مثلا مشكله في ان مين اللي هيلعب، محمد صبحي هل يقدر ولا لا، كل الحاجات دي حاجات مهمه. فالعاطفه مهمه، لكن برضو الشغل الاحترافي مهم اكتر من العاطفه في المواقف اللي زي دي. طيب انا هستاذنك هنطلع فاصل سريع جدا، وهنرجع بعد الفاصل عايز نتكلم يمكن في حاجتين لو معانا الوقت. يعني جزء منها هي التويتة او التغريدة بتاعه المفكر الكبير سعيد نشيد، وسمى الصورة عناق الكبار اللي هي صورة صلاح الشهير، وعايز اتكلم على توقعاتك لماتش الكاميرون في ظل تحكيم من وجهة نظر المتواضعة ما كانش أحسن حاجة النهاردة، وجهة نظرنا كلنا مش كده؟ طيب تعالوا بقى نروح للفاصل ونرجع ننقنق شويتين. يا ترى يا هل ترى انا كنت بقول ايه في الفاصل يا اشقية؟ ولا عمري هقول لكم ابدا ابدا، دي كلها اسرار مش اسرار ولا حاجه. احنا كنا بنتكلم على الماتش، يمكن انا كنت بتكلم على المفكر سعيد ناشد. انا ما كنتش متصور ان هو مهتم للدرجه دي بالكوره وانه يهتم بلقطات، فخد اللقطه بتاعه الحضن ده بتاع صلاح وسماه حضن الكبار. شوف كاتب ايه بقى، كاتب محمد استنى بقى، انا ما هتقعد تقرا يا نديم، ما انت بدي حالي كده على الشاشه العملاقه وربنا كاتب لنا شاشات حلوه وحاجه، انت لو حالي بعيد كده استنى بقى ما اروح اقرا. طيب اهو محمد صلاح كحاله حضاريه بالفعل، ذلك النجم المصري الاصيل الذي استطاع بفطره سليمه ان يستوعب قيم التمدن وهدوء الطبع والتحكم في النفس، واشتغل على بناء الذات أمدا ممددا
لذلك لا نراه يصرخ، لا نراه يولول، لا نراه يتظاهر، بل نراه كبيرا في أفعاله وردود أفعاله. طبعا صياغة أدبية تحفة. فألاقي أنه للدرجة دي كم الاهتمام من مفكر بهذا الحجم؟ طبعا يعني هو الاهتمام بالكرة يعني مش واقف عند فئات معينة، بالعكس كل العالم كله بتابع كرة، أدباء أو غيره. انت شفنا كتير من الأدباء كتبوا عن كرة القدم كتابات عظيمة جدا وكتب رائعة جدا، غليانو يعني كتاب كبار جدا. فيمكن هو كان أكتر حابب يعبر عن الصورة بشكل أنا شايفه هو يستحقه صراحة. صلاح فكرة العائل طول الوقت، قادر يتحكم في انفعالاته طول الوقت. كان في ضغوط كتير على صلاح، كان في انتقادات كتير لصلاح، بعضها هو كان يستحقه. زي ايه؟ يعني أداؤه مع منتخب مصر المباريات الأولى ما كانش أفضل حاجة، أداؤه كمان كقائد لمنتخب مصر مش ده المنتظر منه. المباراة كوت ديفوار ومباراة النهاردة تحديدا، ده محمد صلاح ده قائد منتخب مصر. يعني النهاردة تقول كده ده قائد منتخب مصر وانت مبسوط ان ده قائد منتخب مصر. يمكن دي الحاجات احنا بنعول على صلاح كتير جدا عشان نكون برضو متفقين. احنا بنعول عليه اكتر مما يحتمل، اكتر مما يحتمل، ونحمله اكتر مما مزبوط يجب ان يتحمل. مظبوط مظبوط، ده حقيقي. وفي نفس الوقت احنا انا شايف ده برضو اوقات كتير منطقي. يعني اشرف حكيمي مثلا مع المغرب، هو راجل بيلعب في باريس سان جيرمان وظهير ايمن. شوف الشعب الجزائري، الشعب المغربي بيتعامل مع اشرف حكيمي ازاي. ان اشرف حكيمي ده يعني حامل احلام المغرب. طبعا انا عندي افضل لاعب في العالم. هتعامل معاه ازاي؟ حضنوا بعض. وهنا برضو التغريده بتاعت نشيد حلاوتها في انه هو بيغرد وهو المشجع بتاع الفريق الذي لم يحصل على الفوز. ودي نقطه ايجابيه يمكن من اول البطوله كمان ملاحظه، فكره التقارب العربي والتآخي بين الفرق العربيه. سواء يمكن المنتخب المصري والمنتخب المغربي كانوا موجودين في فندق مع بعض، العلاقه بينهم كان في صور جمعت اشرف حكيمي بمحمد صلاح وبونو ياسين بونو بمحمد ابو جبل. فكان في هم موجودين، العلاقه بينهم جيده جدا. كمان العلاقه بين الجزائر، منتخب الجزائر او الشعب الجزائري والشعب المغربي والشعب المصري وقت عرض البطوله، شفنا مباريات كثيره جدا كانت بتنقل على التلفزيونات العربيه. شوف الردود الفعل العربيه كانت ردود فعل جيده جدا، سواء على فوز صعود منتخب مصر امام كوت ديفوار، صعود منتخب المغرب. يعني دي روح، حاله من الروح كده مش متعودين نشوفها كتير، وانا مبسوط بيها بصراحه. يعني الماتش اللي جاي بقى مع الكاميرون والتحكيم مش احسن حاجه، يعني مش عايز اقول هو التحكيم مستقصدنا ولا ايه، بس انا مش عارف. يعني انا مش مبسوط، ولا انا مبسوط. اداء الحكم كان اداء سيء جدا، كان بيحاول كتير طول الوقت يحجم منتخب مصر بشكل كبير جدا. انذارات مبالغ فيها في البدايه للاعيبه منتخب مصر، كانه بيحرمهم حتى من فكره التدخلات، ان هو يكون تدخلات قويه شويه. منتخب المغربي في البدايه كان بيلعب بتدخلات عنيفه جدا، وما كانش في رد فعل نفس رده الفعل على رد فعل التدخلات. حسب علينا فاول، ما هوش فاول بالظبط، ده يتحسب لمسه يد على المغرب مش علينا احنا بالظبط. ففي مشكله، كان في مشكله كبيره عند الحكم. ويمكن دي انتقادات مستمره للتحكيم، انتقادات كتير جدا ليه حاجات في البطوله. يمكن انا خايف من حاجه واحده بس، انا ما بحبش نظريه المؤامره، وما بحبش الاتهامات الجائره يعني. بس انا قلقان من مساحات كورونا، فاتمنى بس ان احنا ناخد بالنا من مساحات كورونا في قبل مباراه الكاميرون. ككوره وكلاعب وكمنتخبين على ارض الملعب، نعمل مساحات في مكتب منظمه الصحه في الكاميرون. ما عنديش مشكله عشان نخلص. بس عشان لان اللي حصل مع منتخب جزر القمر حتى الان في جدل كبير عليه. طبعا في جدل كبير عليه، وفي قانون، يعني قوانين اتعملت علشان الحارس، يعني الحارس بعد المسحه سلبيه اتحرمت الجزر القمر من وجود حارس مرمى. فيعني مش عايز بس ندخل في السكه دي خالص، بس يعني شويه نبقى واخدين بالنا من الموضوع ده. غير كده احنا ككوره كمنتخب مصر، لا احنا افضل من الكاميرون. حتى هم اصحاب الارض، احنا بالمستوى اللي ظاهرين بيه حاليا بروح الحاليه، لا احنا افضل من منتخب الكاميرون. هل ينفع نحط توقع للنتيجه؟ 1-0 منتخب مصر. ماشي، كله عمال يقول لي 1-0 وانا حاسس ان هم يبقوا 2-1 برضه، بس ماشي يعني 100 فل. المهم نكسب، المهم نكسب. المهم نكسب. انا متفائل جدا. انا عايز اشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، ولازم مره نتقابل نقعد نتكلم نتناقش على
الأدب بقى، مش الكورة ومش النقد الرياضي، الروايات، الكتب، قصة. يا سلام، وننزل بقى يونس بدل ما هو قاعد في الكنترول ينزل يقعد معانا. يقعد معانا دكتور محمد فتحي، أديب رائع بالمناسبة جدا، يعني دي حواديتها نبقى نحكي، مش عايز أضيع وقتك. نورتنا وشرفتنا جدا 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 جدا، كل الشكر لكاتبنا وناقدنا الرياضي الأستاذ محمد البرمي. خلوني بقى أروح لفاصل، بعد الفاصل في عندنا فريق من طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس. طبعا حضراتكم عارفين إن أنا كنت طالب هندسة وسقطت في إعدادي هندسة، والحمد لله ما كملتش لأنه أنا مش مهندس. وبالتالي اللي احنا هنتكلم فيه ده بقى محاولة مني للفهم، والله مش الفزلكة. ليه بقى؟ الفريق بتاعنا بتاع هندسة عين شمس فاز في مسابقة دولية على مكان الصوت في التصميم العمراني، دي معلنة من منظمة اليوريسكو. ضيوفنا دكتور نهى جمال سعيد، أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومدير فريق الصوت الذي تم تكريمه، كمان الطالبة النابهة الواعدة فرح وليد بكالوريوس عمارة، ومن أعضاء الفريق ندى بليغ بكالوريوس عمارة، ومن أعضاء الفريق طبعا كلهم بيتكلموا في موضوع أكيد بيفهموا فيه أكتر مني بكتير، وأنا عايز أفهم. خدوا بالك يعني إيه مكان الصوت في تعالوا نروح الفصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا بحضراتكم مره تانية. بصوا بقى، احنا هنتكلم على مكان الصوت في التصميم العمراني، ماشي؟ يعني ايه؟ والله ما اعرف وهحاول افهم. طيب انا كل علاقتي بهندسه زي ما انا سبق وذكرت قبل كده، انا راجل ساقط اعدادي هندسه، فبحاول اجتهد في فهم كل اللي هيقوله الفضليات اللي موجودين معانا. خلونا نرحب بدكتور نهى جمال سعيد، استاذ مساعد بكليه الهندسه جامعه عين شمس. اهلا وسهلا، منورانا. اهلا بحضرتك، ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. فرح وليد بكالوريوس العماره ومن اعضاء الفريق، ازيك يا فرح؟ عامله ايه؟ كويسه؟ مش مهندسه فرح، صح كده؟ والبشمهندسة ندى بليغ بكالوريوس العمارة ومن أعضاء الفريق، إزايك منورانا؟ أنتوا قلتوا لي بقى أنتوا كده نص التيم ولا أقل من نص التيم؟ أقل من نص. أنتوا التيم كم حد؟ خمسة. خمسة وكلكوا بنات؟ مظبوط. مفيش واحد خالص مضطهد دايماً؟ يعني الفرد المضطهد ده مش موجود، أنتوا اضطهدتوا بالجملة، إحنا بنات بس. طب أنا هستأذنكم أرجع الأول لدكتور نهى، هو يعني إيه مكان الصوت في التصميم العمراني؟ الصوت أهو. بص، هو الموضوع قصته يعني معايا انا طويله شويه. مبدئيا هو مينلي الترجمه هي الساوند سكيب، تمام؟ ازاي الاصوات في المدينه بنسمعها، وازاي بنعمل لها كواليفيكيشن، وازاي نقدر ان احنا نقيمها وهكذا. احنا الماده دي اسمها اللي هم شاركوا فيها اسمها outdoor noise propagation in built environment، وهي مينلي ليها علاقه بالنويز ومستوى النويز في المدينه، واحنا ازاي نقدر نقلله. المادة دي الضجيج أو الصخب، بالضبط كده، بالضبط الضوضاء. احنا المادة دي بدرسها مع دكتور مصطفى رفعت. هو دكتور مصطفى رفعت هو أركيتكت أكوستيشن، يعني متخصص في التصميم الصوتي للمباني. وبعدين أنا بقى لما دخلت معاه فقلنا احنا ازاي نغير التصميم بتاع المادة ذات نفسه، ازاي ان احنا نعلم الطلبة ان هم مش بس يقيسوا الليفل ولكن أكتر يسمعوا، يعني ازاي ينقضوا كمان قبل ما يعملوا عمليه انترفنشن في الساوند سكيب اللي موجود دلوقتي، وازاي يحسنوه بحيث ان هو يبقى فيه نوع من الكواليتي، مش بنتكلم على كوانتيتي يعني بس، قبل ما يعمل التداخل ويعمل تحسين. بالظبط. اوكي. الفكر ده كله هو بقاله فتره، يعني احنا بنحاول ندخله في الكليه، في كليه هندسه، وده طبعا انا بشكر فيه زمايلي يعني جدا جدا. يعني عملنا، انا اصلا درست في فرنسا، والحلو قوي في كليات العماره في فرنسا هي بتتبع السكول اوف اركيتكتشر، بتتبع وزاره الثقافه، ففي جزء كبير جدا منه فني، تمام؟ فاتعلمت في معمل في السكول اوف اركيتكتشر في جرنوبل، اتعلمت في معمل اسمه كريسون. انا اخويا الكبير كان جرنوبل، بس كان رياضه بيور ماتماتكس. هي على فكره جرنوبل هي مدينه فعلا يعني فيها بول جامعي كبير جدا قوي. فكريسون يعني ريسيرش سنتر اون ساوند سبيس اند اوربن انفايرمنت، بيتكلم مينلي على الساوند سكيب، تمام؟ فمنها عملنا كذا بقى ورك شوب بعد ما خلصت البي اتش دي.
عملنا كذا وركشوب بين مصر وبين فرنسا، وبصراحة الطلبة طول عمرهم هايلين. أنا فخورة بطلبة مصر مصر بجد بجد جدا. يعني أولا هم انتر أكتف أذكياء جدا، الأفكار بتاعتهم حلوة جدا. بعد ما عملنا الكذا وركشوب دي بدأت الساوند سكيب تبقى مادة فعلا بتتدرس في الكريكولم بتاع الطلبة. تمام حلو. فدي طبعا حاجة أنا بشكر فيها جدا زمايلي، لأن بصراحة التيم اللي ماسك الأدمنستراتيف تيم اللي ماسك الكلية أوبن مايندد جدا. بعد كده حصلت زيارات من سيادة العميد دكتور عمر الحسيني. طبعا هو أصلا دكتور عمر الحسيني هو أصلا انستيتيوت دوربانيسم دو باري، فهو عارف الكالتشر الفرنساوي وساعد جامد جدا في الموضوع ده. عملنا زيارة، عمل زيارة يعني لينا، وقابل برضو الناس اللي هم بتاع الويك اوف ساوند اللي هو كريستيان أوجوني، وعملنا اعداد جميله جدا قبل بقى ما كل الكلام ده يبتدي. جينا طيب. بقى لا كملي. ها جينا بقى، جينا بقى السنه دي فقلنا بقى ايه واي نوت ان احنا نشارك في المسابقه دي. احنا انا معايا في الماده دي معانا برضو كمان باشمهندسه رنين، طبعا اتبهدلت معانا يعني اشتغلنا اتفحتنا كلنا. قلنا ليه ما نقدمش في المسابقه، يعني ليه ما نشاركش. بس طبعا كان في بقى مشاكل، لان احنا الكالندر بتاعتنا غير الكالندر بتاعت فرنسا. هم ليهم اوقات واحنا لينا اوقات. صح. فطبعا المنسقين بتوع البرنامج دكتوره مروه ابو الفتوح ودكتور اشرف نسيم انا بشكرهم جدا، يعني ساعدوا جامد قوي ان احنا ازاي نادبت الموضوع بحيث ان يبقى في اوقات تسليم متناسبه مع كمان الطلبه، لان هم كمان بكالوريوس فاللود بتاعهم تقيل والديزاين برضو كمية كبيرة جدا، يعني واخدين يعني amount of design project كبيرة جدا. فقلنا why not ان احنا ازاي نعمل alternation كده او نغير في مواعيد التسليم بحيث ان هم يقدروا يسلموا. وفعلا جينا بقى بعد نص السنة عملنا بقى intensive workshop، قعدنا بقى في الكلية بقى طحنتوهم. والله وانا كمان اتطحنت معاهم بجد، كنت بقعد 11 بالليل في الكلية. ندى اتطحنتوا؟ يعني صراحة يعني دي حقيقة. يعني احنا كنا فعلا احنا كنا غير النزول السايت والمكان اللي احنا عملنا فيه المشروع وكده والتصوير والتسجيل، ده غير ان بعد كده الشغل بقى اللي هو الفيديو والبرودكشن بتاع الفيديو اللي احنا عملناه وكده. وزي ما الدكتور قالت فعلا احنا جينا في الاخر احتاجنا نعمل يعني وركشوب وكده، ففعلا يعني عشان نلحق نسلم في الميعاد بتاع المسابقه وكده اللي هو ما كانش ماشي معانا قوي مع يعني مواعيد الشغل بتاعتنا في الجامعه وكده. بس يعني الحمد لله يعني قدرنا ان احنا عدت. هي عدت. فرح ايه بقى البروجكت اللي انتوا سلمتوه؟ هو اللي احنا عملناه ان احنا رحنا شفنا مكان موجود، مكان الناس بتقعد فيه، وشفنا ايه الاصوات الموجوده فيه، وازاي احنا ممكن نعمل اماكن ان الناس تتكلم فيها ويقعدوا مع بعض ويتعاملوا مع بعض. فاحنا قلنا لقينا مكان عادي جدا الناس بتتجمع فيه زي القهوه. وبعدين رحنا قررنا ان القهوه فيها اصوات كتيره قوي، عندك الناس بتتفرج على الماتش وبيسمع مزيكا والناس بتتكلم، ففي دوشه كتير والناس بتعرفش تتكلم على زي ما احنا عايزينهم. فقررنا ان احنا ممكن ندخل انترفنشنز زي اصوات طبيعيه زي الميه والاشجار والحاجات دي، حاجات مش موجوده في المكان، فده يعمل اماكن اهدى شويه الناس تقدر تتكلم. وفي نفس الوقت عملنا اماكن الناس تقدر انها برضه تحافظ على الحاجات اللي هي بتعملها ويتفرجوا على الماتش، ولكن يعني تبقى متحوطه مثلا بشجر فيبقى الصوت باين بالنسبه لهم وكده. يعني دي طبعا صور من بقيه التيم، لكن انا مش شايف صور. أيوه. من البروجكت يا جماعه، معايا صور من المشروع. طب هنا هرجع تاني لدكتور نهى، يعني ايه حطيتوا اصوات طبيعيه فبتخلي الجو يعني هو لما انتوا حطيتوا اصوات طبيعيه الناس بدات صوتها يوطى، ولا الاصوات الطبيعيه بدات تمتص الضجيج ده، ولا ايه يعني ايه اللي حصل؟ هي الفكره انا مش مهندس. طيب انا الاول هتكلم على اختيار الاماكن، لان هم مش الجروب الوحيد اللي سلم. احنا قدمنا 6 بروجكت في المسابقه دي، وكل واحد كل مجموعه اختاروا اماكن. انا بصراحه كنت منبهره بالمدى اختيار مدى جوده اختيار الاماكن. تمام هم اختاروا السبيس كازوزا، وده هو عباره عن سبيس ده اللي بنسميه ليفت اوفر، او مكان هو المفروض ان هو في المخططات العمرانيه هي جرين سبيس، بس هو مستخدم حاليا الصبح ما فيش اي حاجه خالص، بالليل بقى القهاوي اللي وسط السوق بتاخد المكان ده، هو مرفوع سنه يعني هو اليفيتد، وبيبتدوا يحطوا كراسي وكده، هو بلاتفورم بالظبط كده. زي بلاتفورم، وبعدين بيحطوا كراسي ترابيزات، فشباب بقى مكان شبابي جدا وحلو جدا. وفي بقى طبعا بنسمع اصوات زي ما كانت فرح بتقول، اللعب بتاع الطاوله، الشيشه، كلام واحد الفرجه على التلفزيون، البلاي ستيشنز، الحاجات دي.
فهم بدأوا يعملوا ده المين فيتشر بتاع الساوند سكيب. ماشي. هم بقى بدأوا يعملوا سب سبيسز. السب سبيسز دي دومينيتد مثلا بصوت المية. يعني انا لو حطيت فاونتن فيها هيبتدي صوت المية يعمل يبقى دومينيتنج او ماركينج السبيس ده. تمام. وبعدين الناس بتبتدي تقعد حواليه فيقدروا يتكلموا بشكل مختلف. هي الفكرة اصلا بتاعة المسابقة ازاي ان احنا نخلق اماكن عشان الناس تتكلم. يعني هي دي الفكرة. جبتوا الفكرة دي منين؟ هما الفكرة يعني هي دي اللي معروضة من اليونسكو، ازاي نخلق create spaces where people can talk. هي دي الفكرة، ان احنا عايزين calm zones، نبتدي نخلق calm pockets كده بحيث ان الناس تقدر تتكلم. تمام. طيب يجي بقى السؤال، مين اللي بيقرر البروجكتس؟ انتوا مثلا ولا الدكتور ندى؟ ولما بنيجوا وبعدين لما بنيجي نقرر بنقرر اساس الايه؟ اتفضل يا استاذه ندى بليخ. هو فكره البروجكت استاذه ايه ده هي مهندسه خلاص هي فكره البروجكت اصلا هي زي ما دكتور نهى قالت هي اصلا جايه من اليونسكو اصلا، يعني اللي هو ازاي نخلق اماكن الناس تتكلم فيها. احنا كان علينا ان احنا نختار السبيس، نختار المكان اللوكيشن اللي هنعمل فيه المشروع ده، وانه ازاي يبقى مختلف. يعني انه ليه المكان ده، ليه المكان ده احنا شايفينه انه ممكن يعني يشجع الناس انها تتكلم مع بعض وكده، او ايه الافكار اللي عندنا. فاحنا كل اللي احنا عملناه ان احنا بدانا نفكر احنا هنعمل المشروع ده فين. كان عندنا كذا بروبوزل في اماكن كتير يعني في القاهره، مش بس اللي احنا اخترناه وعرضناها طبعا على الدكتور وناقشناها وكده، ويعني اخترناها سوا. وبعدين بدانا بقى نفكر ازاي هننفذ المشروع، ازاي هنخلي ازاي انا المكان ده احوله من مكان ناس بتلعب بلاي ستيشن، ناس بتتفرج على ماتش، ناس بتضحك، ناس بتتكلم، ناس بت اي حاجه. يعني هيبقى في دايفرستي بتاعه بالظبط، ضجيج كتير يعني بانواعه المختلف بالظبط. انا ازاي تنوع بالظبط كده، ازاي اقدر ان انا افصل كل حاجه من دول، بس في نفس الوقت يعني انه لا، انا عايز ان الشخص اللي يجي هنا ده مش انه هو هيجي مثلا بس هيمسك الموبايل او حاجه مثلا السوشيال ميديا او كده، لا احنا جايين هنا عشان نقعد مع بعض، احنا جايين نتكلم مع بعض. وفي نفس الوقت احنا كانت فكرتنا بقى ان احنا نحافظ على الاكتيفيتيز اللي موجوده في المكان، لان اصلا زي ما الدكتور كانت بتقول لحضرتك هو المكان لذيذ جدا، هو المكان الاكتيفيتيز اللي فيه شبابيه زي ما الدكتور كانت بتقول، والناس اصلا بتيجي مخصوص عشان كده، فاحنا مش عايزين نغير ده، بس احنا عايزين ان احنا نركز على فكره انه الناس اللي هتيجي هنا دي هي جايه تقعد تتكلم مع بعض. حلو خالص. مش مهندسة فرح بقى، انتوا لما خدتوا قرار تكوين الفريق اتكون على اساس ايه؟ ده سؤال مهم جدا. وليه ما فيهوش ولا مهندس؟ يعني فيش ولا واحد من زمايلكم الطلبه الولاد الطيبين اللي هم يعني متداس عليهم قوي؟ هو الصراحه يعني احنا متقصدين. ما فيش ولاد كتير في الدفعه، وما كانش في ولاد كتير بياخدوا الماده، واحنا لما يعني قررنا قسم عماره في عين شمس ما فيهوش ولاد ما يعني يا جماعه يعني هم الاقليه الحقيقه بس احنا لما جينا اصلا في الاول كنا بنختار الفريق على اساس ان احنا يبقى مكان جنب البيت سهل ان احنا ننزله كذا مره. عشان احنا كنا محتاجين ننزل السايت كتير. حلو. فاحنا كنا الاول اصلا فريق، كنت انا واختي فاطمه كنا مع بعض فريق عشان احنا ساكنين مع بعض، فسهل ان احنا ننزل مكان جنب البيت. وكنا بنفكر في التجمع برضو، وبرضو ندى وهنا وخلود كانوا سوا بيفكروا في مكان ممكن في العباسيه او القهوه اللي احنا نقيناها. وبعدين لما لقينا ان المشروع محتاج فعلا شغل كتير قررنا، والدكتور وافقت ان احنا ماشي ممكن نكبر عدد المجموعه، وقررنا احنا الخمسه نشتغل مع بعض، سنس ان احنا كنا كلنا اوريدي عايزين نشتغل في التجمع. فبقى بس كده. يا ما شاء الله. طب انا ارجع لدكتور نور، هيجي دايما سؤال مهم انه يجي يتقال لك طب وايه اهميه الجائزه دي؟ وتفرق قد ايه معاك ككليه هندسه؟ وتفرق قد ايه مع الطلبه اللي في البكالوريوس؟ طيب هو ده يرجع لاهميه يعني لها ترتيب، يعني احنا مثلا ترتيب اول ترتيب ثاني، ولا هي خلاص يا فزت يا ما فزتش؟ لا هي احنا خدنا هم الطلبه خدوا المركز الرابع. اوكي. وكان في قبلينا ثلاثه تيمز فرنسويين. بس هي الفكره بقى بصوا لبعض في حاجه من ورا بعض اصل احنا بقى كنا متخيلين ان احنا هناخد اول تاني تالت بقى، فاهم؟ حاجات كده كنا بنتعوض تتعوض ان شاء الله ان شاء الله. بس هي فعلا يعني هي اكسبيرينس حلوه ان احنا نخش. هي كمان هي كانت فيديو، فكانوا لازم يتعلموا المونتاج بتاع الفيديو ومونتاج الساوند
وبعدين ننزل نسجل في السايت. فكان في كذا حاجه بصراحه كانت حلو. كتير كده. بس هي الفكره بقى بتاعه الساوند نفسها هي جايه زي ما كنت بقول لحضرتك في الاول، ان احنا عندنا في دايمنشنز في التصميم. هو التصميم في كل دول العالم، التصميم المعماري هو مينلي فيجوال. تمام طبعا. فالمدرسه اللي احنا المدرسه المعماريه اللي كان فيها معمل خيسون ده بتقول لا، احنا مش بس الفيجوال اسبيكت هو اللي مهم. احنا لازم يحصل نوع من الايكويتي بتوين سنسز، وان الفيجن مش هي دي السنس اوف ذا سنسز، ما تبقاش اعلى من بقيه السنسز. لا، احنا لازم نرجع تاني نصمم ما يسمى اكسبيرينس. فالاكسبيرينس دي فيها حاجات ساوندز، في حاجات اولفاكتوري، في حاجات بادي ان موشن، في حاجات كتيره قوي ليها علاقه بالديزاين بنسميها اليوزر اكسبيرينس. او ان احنا لما بنخش مكان مثلا، انا مش بس بشوف، انا بشوف وبسمع وبشم كل الحواس، ومكان السكيل اللي انا فيه في الفراغ بيبقى مختلف ازاي تاثيره عليا وهكذا. فكل الدايمنشنز دي بتخش في العمليه التصميميه. عشان تدخلها بقى فعليا دي مش حاجه سهله، لان احنا متعودين ان احنا بنعلم ازاي اولاد احنا هنديكوا مثلا الارض دي، صمم هولي، طلع لي 3 دي موديلنج، وبنبتدي ناخد زوايا سواء انتيرير او اكستيرير للفوليوم، فكلها فيجوال. وريني انت ازاي هتقدر في تصميمك تفعل السنسز دي بالظبط. بقى فهي بقى دي كانت النقطه، قلنا ان احنا ازاي في حاجه زي الاوت دور نويز بروباجيشن نعلمهم والله ان انتوا هتسمعوا وهتنقدوا وهتعملوا انترفنشن بيزد على الكرايتيريا او الساوند كرايتيريا اللي موجوده في المكان. ايه بقى اهميه ده في اليونسكو؟ هو الساوند في حد ذاته بقى دايمنشن كبير جدا. تمام. وبقى في حاجه اسمها ساوند هيريتج، زي ما في الاماتيريال هيريتج، وزي ما في الساوند بيخش عندي ارث بتاع الصوت بالظبط. ودي ده نوشن مهم جدا بقى موجود دلوقتي. فلما كنت يعني عرفت المسابقه دي ازاي، عرفتها لان انا كانت في واحده زميلتي قالت لي لما كنت في فرنسا، هي كانت زميلتي في نفس المعمل، خريجه نفس المعمل، هي اكبر مني بخمس ست سنين، عزمتني على اتوليه يسمى بونسي انسومبل سون دو لا فيل، يعني بنفكر ازاي كولكتيفلي في الساوندز اوف ذا سيتي. تمام. فده كان في ناس كتير قوي، في ارتست بقى ساوند ارتست، وفي مهندسين معماريين، وفي ناس متخصصين في من كل بقى حاجه. تمام. وبعدين بعد ما عزمتني اتعرفت بقى على الويك اوف ساوندز، واتعرفت على كريستيان اوجوني، وقال لي انه هواي نوت ان احنا مصر لازم تخش في النتورك بتاعت الويك اوف ساوندز دي. فموضوع الساوند ده حلو كويس. بصي هو صحيح الوقت خلص، بس بعد سيبنا من الهزار وان انا ما بفهمش قوي في الهندسه، بس انا اللي اقدر افهمه ان اللي انتوا بتقولوه ده لو بدانا نشتغل بيه في تصميمات العماره بتاعتنا في الاوقات اللي جايه وفي المدن الجديده اللي بتتعمل، احنا هنخلق نموذج مختلف خالص عن كل اللي احنا اختبرناه في حياتنا، يعني انا واللي قبلي واللي قبل قبلنا وما الى ذلك. ان انت هتخليني داخل مكان، انا فاكر دخلت في حته وكنت فعلا مستغرب جدا انه بيتحط زي بارفان معين ولا اروما معينه في الفنتيليشن او في التهويه، فانت تخش المكان دايما ليه ريحه مميزه جدا وهي هي كل مره، يعني مش ما فيهاش بتاعه اللي هو ايه المره دي رائحه الياسمين وبعده قرنفل، هي كل مره ما كانتش يعني رائحه معينه، كل مره هي هي، فبقت جزء من الايدنتيتي بتاعت المكان وبقت عندي في ذهني كده. فاذا عملتوا ذلك يعني ان شاء الله ان شاء الله ده معناه ان احنا مقبلين على مرحله مختلفه جدا من التصميمات المعماريه اللي في مصر. بس حاولوا تنجكتوا ولاد قدر الامكان، احنا فعلا غريبه والله العظيم. احنا كان معانا والله ولاد بس هم مش اللي من الاضطهاد. انا بشكرك جدا يا دكتور نهى، كل الشكر ليكي، الف الف شكر جدا على الانفيتيشن الجميل. ندى وفرح نورتونا، وتمنياتنا ليكم بالتوفيق، شدوا حيلكم قدر الامكان، ما تضطهدوش الاولاد للدرجه دي. شكرا جدا ليكم على المتابعه، لو كلنا العمر هنتقابل بكره ان شاء الله برنامجكم التاسعه ودقايق هيكون موجود معاكم كريم رمزي طبعا، هيقعد بقى يكلمنا عن الماتش بقى كلام محدش هيقدر يفهمه غير كريم وضيوفه وتحليلات وما الى ذلك، دقايق ورقم 10. سلامات.